مساءً الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من رأي عام. من جديد بيعود الحديث عن قضية أو موضوع الكلاب الضالة. شكاوى لا تعد ولا تحصى من انتشار الكلاب الضالة، مش بس في الأحياء الشعبية ولكن في الأحياء اللي بنسميها الأحياء الراقية في كل محافظات الجمهورية. النهاردة مثلا كان في خبر محزن، طفل في مركز العدوى في محافظة المنيا توفي النهاردة إلى رحمة الله طبعا، علشان عضوا كلب من حوالي 40 يوم وأهله تأخروا ما نقلهوش للمستشفى وما أخدش العلاج اللازم لكي يشفى من هذا الموضوع. لكن طبعا مسألة الكلاب الضالة أصبحت بتؤرق الجميع زي ما قلنا في كل محافظات الجمهورية. الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة بيقول إن مصر فيها حوالي 16 مليون كلب، ومنهم من 5 إلى 7 من الكلاب الذكور. وطبعا سبق وإن احنا تناولنا هذا الموضوع لما حصلت عدة حوادث عض كلاب لمواطنين، لأطفال، لضابط شرطة، لطفل بتاع الرحاب، يعني في حوادث الرأي العام تابعها الفترة الماضية، وفي شكاوى عديدة من الناس إنهم خايفين لا يخرجوا في بعض الأماكن لحسن يعضهم، حتى في بعض الكومباوندز يعني المناطق السكنية اللي هي مبنية بطريقة حديثة اللي مقفولة، برضو في ناس بتخاف من كلاب ضالة وكلاب أيضا يعني أليفة، يفترض أنها تكون أليفة لكن أصحابها لا يعاملوها المعاملة السليمة. طيب الرقم اللي قاله الدكتور عز الدين أبو ستيت أنه مصر فيها حوالي 16 مليون كلب ضال، يعني في تساؤلات من أين أتى الدكتور عز الدين أبو ستيت بهذه الإحصائية، كيف يمكن حل هذا الموضوع؟ طبعا دي الأسئلة مطروحة مش النهاردة، مش من النهاردة، مطروحة من فترة طويلة. لذلك عايزين نتساءل ونضيف على هذه الأسئلة، هل هناك استراتيجية لدى وزارة الزراعة للتعامل مع هذه القضية أم لا؟ خلوني أرحب في البداية بالدكتور محمد القرشي المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة. دكتور محمد مساء الخير. مساء النور يا فندم، أهلا بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا يا فندم. يعني يمكن السؤال الأولاني المبدئي كده هو يعني الإحصائية دي اللي ذكرها معالي الوزير عز الدين أبو ستيت بتستند على إيه؟ احنا عندنا فندم هيئه اسمها الهيئه العامه للخدمات البيطريه، وهذه الهيئه التي تضم مجموعه من الاساتذه الاطباء البيطريين المعنيين بحمايه الحيوان والمعنيين بحمايه الانسان من الاضرار او الامراض التي ممكن ان تاتي من التعرض او التعامل مع الحيوانات. فدي احصائيه بتيجي من الهيئه العامه للخدمات البيطريه، فبالتالي هي احصائيه رسميه، واعتقد ان كل الاحصائيات اللي بتعلن في كل الوسائل المختلفة بتكون متطابقة تقريبا مع نفس الإحصائية بتاعة وزارة الزراعة اللي بيقولها الهيئة العامة للخدمات البيطرية. يعني حوالي 16 مليون كلب ضال ولا كلب بس؟ يعني ضال ولا كلب بما فيهم الكلاب الضالة، ونسبة الكلاب الضالة بتكون كبيرة متهيألي يا دكتور محمد. بالظبط يا فندم، إن احنا عندنا واحنا كمان عندنا المشكلة للأسف إن احنا عندنا في سوء تعامل مع الكلاب، حتى اللي بيقتني كلب بيكون في سوء تعامل. فندم حضرتك سامعني؟ سامع حضرتك يا فندم؟ حتى اللي بيقتني كلاب حاليا بيتعامل معاها بشكل بيخليها بيحولها لنوع من انواع الخطر على المواطنين. فاحنا محتاجين موضوع الوعي لدى المجتمع للتعامل مع ملف الكلاب عموما والتعامل مع ملف الحيوانات بشكل كامل يعني. طيب الحل في مسألة التعامل مع الكلاب الضالة، هل هناك جديد بتقدمه الوزارة في هذا الموضوع؟ يعني مثلا الوزير النهاردة بيقول انه عمليات الإخصاء للكلاب بتتكلف حوالي 500 جنيه لكل كلب، وده بيمثل عبء كبير على الوزارة. طيب خليني اقول لحضرتك على حاجة، احنا عندنا الوزارة بتتعامل في حدود امكانيات محددة، وبتتعامل في حدود موارد
ماليه تحكمنا، وموارد، واللي بيحكم الموضوع او بيتعامل في ملف الكلاب الضاله هو، او عموما في ملف الكلاب عموما، هم مجموعه من الاطباء البيطريين، والاطباء البيطريين الحقيقه بتوعنا بيبقوا على كفاءه عاليه وبيحاولوا يجتهدوا قدر المستطاع علشان يحاولوا يساعدوا في حمايه الانسان. طيب هل ملف الكلاب هو مسؤوليه وزاره الزراعه وحدها ام هناك جهات اخرى مشاركه؟ اعتقد ان هذا الملف لا يمس وزاره الزراعه وحدها، انما هي لها دور كبير في هذا الملف، ولكن هي مش الشريك الاوحد او مش الفرد الاوحد المسؤول عن حمايه المجتمع من التعامل مع كلاب الضاله. بدليل ان احنا عندنا لابد ان يكون في تنسيق مع وزاره الصحه، لان وزاره الصحه هي بتبقى معنيه عن توفير الطعوم اللازمه لحمايه الانسان من الامراض المنقوله. كمان احنا بيبقى عندنا الناس، المجتمع، الناس اللي بترمي قمامه في الشارع، ما هم بالشكل اللي هم بيرموا بيه القمامه في الشارع ووجود القمامه في الشوارع بتؤدي الى تكاثر الحيوانات الضاله وزياده اعدادها، وبالتالي بتؤثر على التوازن البيولوجي الموجود. ثالث شريك معانا هم منظمات المجتمع المدني، لان منظمات المجتمع المدني الحقيقه عندهم امكانيات وقدرات. احنا بنتمنى ان احنا نتعاون مع بعض علشان نبدا نشتغل ونبدا نحقق المستهدف بتاعنا. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزاره الزراعه. وزي ما قلت لحضراتكم، الشكاوى من الكلاب بشكل عام والشكاوى من الكلاب الضاله بشكل خاص يعني اخذت في التزايد في الفتره الاخيره. وزي ما قال الدكتور محمد القرش، يعني حتى الناس اللي بتقتني كلاب أليفة أو منزلية سميها كما تشاء لا تتعامل معها التعامل الأمثل. يعني في بعض الناس بيحبسوا الكلاب، ما بيخلوهاش تتمشى، ما بيخلوهاش تخرج برا، فبالتالي بيكون عنده طاقة كامنة، وهذه الطاقة بتتحول إلى حالة عداء تجاه الأشخاص الغرباء، وأحيانا تجاه بعض أفراد الأسرة اللي عايش معاها الكلب. طبعا تابعنا الفترة الماضية حالات عدة مؤسفة لعقر أو عض كلاب لمواطنين، منها حالة الضابط الرائد عمرو راضي اللي تعرض لهجوم من كلبين في مدينة الرحاب. بخصوص هذا الموضوع معايا الأستاذ مصطفى الصفتي، محامي الرائد عمرو راضي. أستاذ مصطفى مساء الخير. مساء الفل عمرو بيه. أهلا وسهلا فندم. أهلا وسهلا فندم. أستاذ مصطفى، إلى أين وصلت القضية؟ والله القضية يا فندم كان محدد لها جلسة النهاردة، وإحنا حضرنا وادعينا مدني فيها، وتأجلت لجلسة 3/4 لسداد رسمي الدعوة المدنية ضد الاثنين المتهمين، المالك وحارس الفيلا. يعني الفيلا. طيب عشان بس نفكر الناس بالموضوع، لو في عجالة كده تحكي لنا ايه اللي حصل بالظبط مع السيد الرائد عمرو راضي. والله الرائد عمرو راضي راجل من سكان الرحاب، طالع من مكانه من فيلته عادي، فوجئ باثنين يعني كلبين مملوكين لصاحب الفيلا المجاوره ليه، والكلبين دول اعتدوا عليه بشكل شرس. يعني لولا العنايه الالهيه كان الراجل ده مات فعلا تحت الكلبين، لولا ان في حد ماشي بالعربيه هو استغاث بيه، وقف طبعا قعد فتره كبيره على مشال الكلبين عنده طبعا بماسوره يعني بلاستيك او يعني حاجه خشبيه يعني، وخد وداه المستشفى. طبعا الراجل ده الكلاب ما كانتش مجرد عض يا استاذ عمرو، يعني ده كلاب كانت بتاكل من لحمه، يعني اخذ اجزاء من لحمه من ايديه ومن وشه ومن رجله بشكل يمكن الناس كلها شافت الصور على الانترنت، وكان كله حاجه فعلا صعبه جدا يعني. احنا عندنا الصور دي بس مش هنعرضها لا يعني. حاجه فعلا صعبه يعني. طبعا اخوه جري، طبعا الراجل خده وداه مستشفى الجوي، وليه شقيقه راح عمل المحضر والنيابه بشرت التحقيق، وتم يعني اتحدد لها جلسه النهارده، كانت النهارده اول جلسه وحضرنا، وان شاء الله الجلسه اللي جايه هيبقى فيها مرافعه وحكم باذن الله ان شاء الله. طيب يعني احنا في تفاصيل الحادث وفي تفاصيل القضيه، احنا سمعنا انه الرائد عمرو راضي اعتقد في مرحله من المراحل تنازل عن المحضر اعتقد. لا يا فندم، لا يا فندم، كده كلام اشاعه والكلام ده مش مظبوط، واللي هو
رائد عمرو اسمه عمرو الجندي يعني. عمرو الجندي معلش. رائد عمرو ما تنازلش عن اي شيء خالص، ومش هيبقى فيه تنازل، احنا متمسكين بحقه حتى النهايه، لان المشكله مش في رائد عمرو يعني. افترض ان في طفل هو اللي كان مكان رائد عمرو، كان الوضع دي كلاب شرسه سعادتك يعني، كلاب شرسه. كان يتعين على صاحب الكلاب دي يتخذ من الحيطه والاحتراز ووسائل الامان اكتر من كده يعني. ما ينفعش اجيب كلاب وكلاب محرمه دوليا واسيبها في الشارع تعتدي على القاصي والداني، على الناس اللي رايحه في الشارع والجيران. لولا بنيه الراجل ده، راجل ظابط يعني، أيوه. راجل عنده بنيه قويه، لولا بنيته ولولا ان هو قدر يقاوم شويه كان ما كانش اتلحق، كان مات يعني. الراجل اللي لحقه كانوا كلبين فوقيه يعني، كان كاد ان هو حياته تزهق لو الكلب عضه في رقبته ولا عضه في اي مكان حساس يعني. صحيح. وهو لا زال حتى الان في المستشفى يعني الراجل ده، ولسه منتظر عمليات لسه حتى الان في المستشفى، وحياته في خطر، لان اثار العض بتاع الكلب بتظهر بعد فتره، الفيروس اللي بينتقل من عض الكلب للإنسان بيظهر بعد فترة. ممكن يظهر عليه يعني لا قدر الله مظاهر تسمم يعني. يعني احنا بندعو ربنا انه يعني يشفي الرائد عمرو الجندي ويقوم بالسلامه ان شاء الله. للاسف يعني حتى يعني زي ما حضرتك بتقول يا استاذ مصطفى، انه بعض الناس، انا ما بقولش كل الناس، بعض الناس لا تحسن، لا تعلم كيفيه تربيه الحيوانات المنزليه زي الكلاب. عشان كده يا عمرو، انا يعني بستغل المنبر بتاع سعادتك ده، وانا اناشد المشرع انه فيه قوانين قويه لموضوع حيازه الكلاب دي، وما يكونش حيازه الكلاب الا للضروره القصوى، ويكون بتصريح من الجهات المعنيه يعني. يعني انا سامع التصريح اللي حضرتك قلته على لسان مسؤول وزاره الزراعه، اللي هو عدد الكلاب المنتشر سواء الضال او غيره، 16 عدد مليون مهول جدا. عدد كبير جدا، وده يمثل خطر فظيع يعني. خطر جدا. المفروض حمايه الانسان من اولويات الدوله يعني. يعني الاصول ان من ضمن حمايه الانسان حمايته من اي شيء ممكن يعتدي عليه يعني. يعني ايه تصريح 500 يعني، انا سيب الكلاب تعتدي على الناس يعني. يعني يعني الاصول حضرتك يعني لازم يبقى في تشريع قوي. ما ينفعش ان انا اسيب العدد المهول ده يمثل خطر على الناس يعني. صحيح. يعتدي. وبعدين ايه اكتر من حادثه حصلت بعد الرائد عمرو يعني، وقبل الرائد عمرو ولسه هتحصل حوادث ثانيه، حوادث خطيره جدا سعادتك. ومفيش تشريع قوي يكون حاجة يعني. انا النهارده بحمل المالك الكلاب مسؤوليه كامله عن هذا الحادث. وكمان ساعتك يعني انا ما ينفعش ان انا اقول ان الراجل ده يحاكم بمجرد اصابه خطا، لا، ده المفروض ده يعني تعدي عمد، لانه هو راجل بيحوز كلاب، وهو عارف ان الكلاب دي كلاب شرسه وكلاب ممكن تعتدي على البشر، وسايبها. يبقى هنا في قصد احتمالي قانوني، فيها قصد احتمال يعاقب عليه. المفروض يجرب ده ارهاب وتروع مواطنين. ما ينفعش سعادتك اسيب الكلاب في الشارع، وكلاب غير مدربه او كلاب غير مطعمه وكلاب محرمه دوليا تعتدي على خلق الله في الشارع يعني. نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ مصطفى الصفتي، وان شاء الله ربنا يطمنا على الرائد عمرو الجندي قريبا باذن الله. وزي ما قال الاستاذ مصطفى الصفتي المحامي، انه لابد من تشريع يقنن مساله اقتناء رعايه الكلاب في المنازل، لانه احنا لما بنتكلم على الكلاب الضاله اوكي ماشي يعني، الكلاب الضاله ما لهاش صاحب في الشارع، انما الكلاب اللي ليها صحاب، وانا بتكلم وانا يعني المكان اللي انا ساكن فيه ايضا السنه اللي فاتت كلب يعني بيربوه في البيت بقاله سنين، اكل طفل عمره سنتين ونص يعني، اكله يعني. طبعا هنا في حلقه مفقوده، هنا في علامات استفهام، ناس ما بتعرفش تتعامل وتربي كلاب، فتقتنيها ليه تعتدي على الناس وتروع الامنين. انا معايا دلوقتي النائب غريب حسان، عضو مجلس النواب عن دائره طور سيناء. النائب الاستاذ غريب حسان اعلن انه مستعد انه يدفع 20 جنيه لكل مواطن بيصطاد كلب ضال علشان يقضي على ظاهره الكلاب الضاله في طور سيناء.
مش عارف معايا دلوقتي سيادة النائب، مش كده؟ سيادة النائب مساء الخير. مساء الخير استاذ عمرو، مساء الخير. اهلا وسهلا. طيبين. مدينة الله يخليك، مدينة الطور يعني فيها عدد كبير من الكلاب الضالة؟ انا اقول لحضرتك على حاجة برضو عشان يبقى الكلام معلش مفهوم، لان موضوع ال 20 جنيه هقول لك على الموضوع ده، ولكن هبدأ لك الموضوع ده من 9 شهور. من 9 اشهر انا عملت طلب احاطة بخصوص موضوع الكلاب الضالة الموجودة بمدينة الطور ومحافظة جنوب سيناء عامة. وكان الحاضر هذه الجلسة السيد النائب المحترم أحمد البيه السجيني، كان هو رئيس اللجنة التنمية المحلية، لجنة التنمية المحلية، وكان حاضرين مسؤولين من محافظة جنوب سيناء، وجابوا بعض الناس اللي هم المسؤولين من وزارة الزراعة والسد البيطري. لما فتحت الموضوع ده والناس حكت، احنا عندنا 8 مليون كلب ضال، 8 مليون كلب ضال. دي الأرقام دي مش أنا اللي جايبها ولا أنا بقولها، دي المسؤولين من وزارة الزراعه والطب البيطري اللي قالوا هذا الكلام في اللجنه. اتضح ان الموضوع كبير، طبعا في مسؤول من مسؤولين المحافظه كان حاضر هذه الجلسه، وللاسف الشديد ان محافظه جنوب سيناء ان هي محافظه سياحيه اصلا. خدت وعد طبعا من المسؤولين ان هي خلال 3 شهور سيتم القضاء على الكلاب الضاله باي وسيله. انا اعرف ان في حقوق الحيوان وفي ناس تبع حقوق الحيوان هتتكلم على هذه المواضيع، احنا ما فيش مشكله، ولكن ارواح الناس هتروح فين؟ المهم هو المسؤول المحافظه قال لي حاجه، قال للاسف الكلاب الضاله بتيجي من طريق محافظات اخرى بتخش عندنا جنوب سيناء. انا رديت عليه بنفس اللفظ، قلت له اذا كان بتعدي يا اما بتعدي على النفق وبتقطع تذاكر، يا اما بتعدي عوامه من خليج السويس او من قناه السويس، يعني استهزاء غير عادي بهذا الموضوع. وكان يوم أربعة ثلاثة كان في جلسة عامة عملها معالي النائب أحمد بيه السجيني رئيس اللجنة، جلسة عامة للناس كلها، جمع جميع الأطراف الوزارات والمحافظين في هذه الجلسة، وهو قال نفسه الراجل قال ساعتها إن النائب غريب حسان هو اللي فضح الموضوع ده من 9 شهور فعلا. وكنا في احنا بنتكلم عليه سيادتك، احنا محافظة حدودية، محافظة يعني تعتبر البوابة الشرقية لمصر، محافظة جنوب سيناء سياحية أكثر منها أي حاجة ثاني. الكلاب الضالة عددها كبير عندي كمحافظة، وإحنا عددنا قليلين، يعني أنا عندي كم 175 مواطن، 175 ألف مواطن موجودين داخل محافظة جنوب سيناء، يعني ما يجوش شارع في مصر. الكلاب الضالة أكثر منهم، الكلاب الضالة في الشوارع كلها. خبر حضرتك للأسف الشديد أنا عند بيتي النهاردة كان في اجتماع مجلس تنفيذ سيادتك، مجلس التنفيذ ده فتحنا موضوع الكلاب الضاله، كنت حاضره انا، وبعد كده اتكلمت فيه ان احنا عملنا اجتماع وانتوا خلال 3 شهور هتنفذوا، بقالكم 9 شهور ما حدش عمل حاجه. لو انتوا مش قادرين، انا خدتها بنوع من المداعبه، انه لو انتوا مش قادرين احنا نقول للاهالي اي حد يجمع كلب ياخذ 20 جنيه، ووفرنا فلوس السم، ووفرنا فلوس ده كله على اساس ان احنا نعالج مشكله. والموضوع كان مداعبة على اساس هم بيقول لك احنا مش عارفين نعمل ايه بالكلام. حضرتك كنت بتمزح يعني بتهزر، ولكن يعني هل شايف ان الموضوع ممكن يبقى بجد، يعني انه مثلا يبقى في تحفيز للناس ان كل اللي يعني يصطاد كلب ضال ياخد 20 جنيه؟ ما هو ده سيادتك، انا عن طريق ان انا بقول لهم على اساس الجهاز التنفيذي حاضر، الراجل بتاع الطب البيطري بيقول انا مش لاقي السم، الكلاب ما بتاكلش السم، الكلاب مش عارفين نسيطر عليها، الكلاب. انا قلت لهم انا بيتي انا في قريه الجبيل انا ساكن، ان الكلاب دي لدرجه انها مش عارفين ننام منها طول الليل، انا بخاف على اولادي، بخاف على اولاد جيراني والاهالي في مدينه طور سينا، مش عارفين ننام من الكلاب، انتوا مش عارفين تعالجوها. انا عندي استعداد يا عم هاتوا الكلاب، بدل نوفر على الدوله ال 30 40 الف جنيه اللي بتدفعوهم دول ونجيب كل كلب، لو احنا لمينا الكلاب دي مش هنكمل 20 الف جنيه اصلا دول كلهم، ونلم كل الكلاب دي ونشوف لها حل في اي مكان. ولكن ان احنا ياخدوا الكلام بتاعنا بعض الصحفيين ويكتبوه على اساس ان احنا بنضلل الناس او احنا بنستهزئ بالناس، لا احنا بنستهزئ، المشكله كبيره فوق الوقت، هذه المشكله. وحتى الان الحكومه لن تسيطر ومش عارفه تسيطر على موضوع الكلاب الضاله. انا امبارح اول امبارح كنت في السيده زينب، قسما بالله الشوارع كلها مليانه كلاب بالاسراب. انا عندي مدينه الطور الكلاب بتمشي بالاسراب دلوقتي، ما تمشيش كلب ولا كلبين، ده الموضوع كبير.
لازم الدوله تتحرك في هذا طيب الاتجاه. يعني يمكن الاستاذ مصطفى المحامي دلوقتي بيقول انه لازم يكون في تشريع من مجلس النواب وحضرتك نائب في المجلس، ما تتقدموا انتم ك يعني نواب عن الشعب بتشريع مناسب يضمن حقوق الحيوان ويضمن انه الناس تعيش في امان؟ ما طبعا ده سيادتك ده القوانين موجوده اصلا، بس هي عاوزه تغليظ العقوبه اصلا، بس ده اللي محتاجينه. ولكن حقوق الانسان، حقوق الحيوان، واحنا مش عارفين نجيب حقوق الانسان. طب ما نشوف الكلاب بدل ما تتاذي، في عندنا شباب بتتاذي واطفال ورجال كبيره، قسما بالله في ناس بتروح تصلي ما عارفه تصلي بسبب الكلاب الضاله، في ناس بتروح مدارسها الصبح بدري من بتروح مسافات مثلا مش عارفه تروح مدارسها من الكلاب الضاله. طب احنا كتشريع احنا بنقول الحكومه فين؟ احنا شرعنا قوانين كثيره وعملنا قوانين كثيره، ايه الاستفاده اللي خدناها من الحكومه؟ احنا بنقول الحكومه المفروض تتحرك وتتحرك تحرك جيد، مش تتحرك وتسيبنا احنا كلنا في المجلس. طيب يعني الملف يعني سيظل مفتوحا الى ان يعني تحل هذه المشكله، او على الاقل تاخذ طريقا الى الحل بشكل واقعي وبشكل يضمن زي ما قلنا انه الناس تمشي في امان وانه حقوق الحيوان طبعا ده شيء اساسي. انا بشكرك شكرا جزيلا سياده النائب غريب حسان نائب دائره طور سيناء. نروح من طور سيناء الى الشيخ زايد. يعني كلنا سمعنا في الفتره الاخيره تخوفات من سكان مدينه الشيخ زايد من الابراج اللي هتتبني في منطقه معينه في الشيخ زايد، تحديدا على مشارف الحديقه التي تبدو رائعه، حديقة زايد المركزية اللي هتبقى على غرار حديقة الأزهر. طبعا كان فيه تحركات من ناشطين ومن إعلاميين من سكان عاديين إنه هذه الأبراج هتشوه شكل مدينة الشيخ زايد وساعتها مش هتكون المشاهد او المشهد الاساسي بتاع الشيخ زايد اللي هو يعني الادوار الغير مرتفعه، الكومباوندز، البيوت، حتى العمارات اللي هي مش عاليه، انت هيجي لك ابراج فبالتالي هتتغير صوره المدينه الهادئه الوديعه. فعلشان كده الناس اتحركت بشكل قوي على السوشيال ميديا، في بيانات طلعت، في مناشدات للحكومه لوقف هذا المشروع. وطبعا النهاردة في بيان طلع من هيئة المجتمعات العمرانية بيقول في أنه هذا المشروع تم وفقا للاشتراطات بدءا من المخطط الاستراتيجي وانتهاء بالمخطط التفصيلي، ولن ينتج عنه أي سلبيات سواء بالطرق الخارجية أو مرافق المدينة، وأن الكثافة البنائية في المشروع أقل بحوالي النصف عن مناطق أخرى بالمدينة، والأنشطة الاستثمارية أقل من 1% من مساحة المدينة. أيضا المهندس نجيب ساويرس اللي شركته هتبني هذه الأبراج طلع برضو عمل تغريدة وقال انه ما فيش ابراج، ده في برج واحد بس، المشروع بيستوعب نفس الكثافه السكانيه زيه زي اي كومباوندات مكونه من اراضي وثلاث ادوار، مبني على معظم مساحتها دون ترك نسبه مساحات خضراء. الفرق ان التصميم الحالي بيضمن اكثر من 95 فدان من المساحات الخضراء وجراجات لكل مبنى لخدمه المجتمع داخل وخارج المشروع. وانه طبعا يعني تم التعاقد مع شركه عالميه متخصصه في اللاندسكيب، والشركه شغاله على اعاده تنظيم حديقه زايد المركزيه اللي احنا ملتزمين بضخ استثمارات كبيره فيها علشان تبقى متنفس لكل اهل زايد. ده الكلام اللي كتبه على تويتر المهندس نجيب ساويرس. كان المفروض يكون معانا دلوقتي المهندس وليد عباس معاون وزير الاسكان، بعد ما اتفقنا معاه يعني زمايلي بعتلي لي دلوقتي بيقولوا لي انه اعتذر لانه في فرنسا، فمش عارف، يبدو انه مش قادرين نتصل بيه او يعني مش عايز يعني يتكلف فلوس كتيره على المكالمات الدوليه، مش عارف. طيب انا معايا الاستاذ عمر طاهر الكاتب الصحفي والروائي المعروف. استاذ عمر مساء الخير. مساء الخير استاذ عمر. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. يعني حضرتك من سكان زايد و أنت من ضمن اللي هم يعني السكان الرافضين لهذا المشروع، أنا فهمت ده صح؟ مظبوط طبعا. طب ليه يا أستاذ عمر؟
هقول لحضرتك اسباب كتيره جدا. اولا الشيخ زايد من ساعه ما اتعملت من ايام المهندس حسب الله الكفراوي، من ايام ما كانت شقه هنا ب 8000 جنيه بالتقسيط، ايوه، ومخطط المدينه مش باين فيه اي ملامح لابراج. دلوقتي لما اي حد دفع فلوس علشان يسكن بره العاصمه ويبعد ويكلف نفسه مشوار وبعد عن العاصمه، ما كانش بيشتري مجرد بيت، كان بيشتري شكل للمعيشه. يعني انا رايح اشتري شكل للحياه في المكان ده، قايم على شوارع، على ارتفاعات معينه، على نظافه، على بيئه، على اجواء، يعني بشكل ما. فاللي حصل انه من ساعه ما ابتدى البيع والشراء والناس جايه تشتري شكل للمعيشه، ما ظهرش مخطط واحد او خريطه واحده للمدينه بتقول ان المدينه دي هيتعمل فيها ابراج. واتحدى اي مسؤول انه يطلع من الثمانينات لحد النهارده مخطط واحد او خريطه واحده بتقول ان المكان ده هيتعمل فيه ابراج. ده ما حصلش. فنمره واحد انه حصل اخلال بالتعاقد بيني وبين الدوله اللي بتبيع لي شكل الحياه، اخلت بالتعاقد ده. دي نمره واحد. نمره اثنين، الكلام على انه برج واحد ومش، لا، هي مجموعه من الابراج، هي حمله ضخمه جدا، شركات كتيره جدا بتسوق طول الوقت لابراج من 10 ل 20 دور. هو الموضوع مش مجرد كومباوند ولا مجرد حاجه يعني بتتعمل. الحاجه الثانيه انه موضوع الابراج ده اللي هيتعمل دلوقتي اللي هيفتح الباب بعد كده، يعني اذا كنت حضرتك بتشوف انه المهندس نجيب ساويرس على قدر من الثقافه وقدر من الرقي انه يعمل حاجه شكلها لطيف وشكلها محترم وشكلها حضاري، فانت ما تعرفش الباب بعد كده هيتفتح لمين وهيتفتح علشان يتعمل ازاي. دلوقتي كثافه السكن في المدينه اللي مش مكمله 40%، ارجوك ابعت لي حضرتك كاميرا علشان اوري لك مستوى الخدمات دلوقتي عامل ازاي. الشكل اللي احنا اشتريناه اللي بينهار بالوقت في مداخل ومخارج المدينه، فضيحه في القمامه، في المايه اللي بتقطع كل اسبوع باليوم وباليومين احيانا، في مستوى الزحام اللي بقى غير طبيعي. بيقول لك الابراج دي فيها باركينج، انت عندك المنطقه بتاعت اركان دي فيها 3 باركينج، وفيها طول الوقت كثافات بتأذي المدينه وحوادث بسبب كميه الناس اللي مبوظه شكل الحياه. فعندك طول الوقت مشاكل كبيره جدا على مستوى كثافه 40%. فما بالك لما تفتح الباب لبنى الابراج. احنا من ساعه ما سكننا هنا واداره المدينه بتطارد اي حد عامل متر في مترين حمام مخالف فوق روح. ايوه ده صحيح. يعني متر في مترين حمام على السطوح بتطارده وبتعمل له ازاله. مستشفى زي 500 500، البنى بتاعها متوقف دلوقتي عشان هم كانوا عايزين تصريح 6 ادوار ومش عارفين ياخدوه. ده المستشفى. هيئه المجتمعات العمرانيه لما فتحت الباب للتعليه، كل الاماكن في المجتمعات العمرانيه الجديده كلها وافقت. القاهره الجديده استقبلت 2000 طلب، والشيخ زايد مجلس امناء الشيخ زايد رفض استقبال اي طلبات بالتعليه لانه المرافق لا تسمح. فانت عندك شكل للواقع وعندك تصريحات حكوميه وتصريحات للمستثمرين مش شبه الواقع خالص، مفيش اي علاقه بين الاثنين. فانت بتبوظ شكل الحياه، بتبوظ تعاقد، بتفتح الباب للابراج وعشوائيات، وبتعيد ماساه مدينه نصر اللي كانت متخططه على ايد المهندس سيد كرايم تخطيط عالمي وبقت دلوقتي غابه من القبح. بتعيد ماساه المهندسين اللي اتعملت في النهايه الاربعينيات فيلل وبيوت، وكان الفيو بتاع المهندسين ده مبنى الاهرامات. فبتتلفه، وكذلك بتتلف اخر نقطه متماسكه ليها شكل معين للحياه، ومش شكل طبقي، بالعكس الشيخ زايد دي فيها كل انواع المساكن، من المساكن الشعبيه صحيح لحد الفيلل، ومساكن بنك التعمير، ومساكن العرايس الجداد، ومساكن الشباب، ومساكن المتوسطه. صحيح. فانت في عندك شكل الحياه بالكامل الناس اختارته، واختارت العزله، واختارت المشوار، وبسميها دايما منفى اختياري. اختارت ده كله بناء على شكل ما للحياه بتشتريه من الدوله. والدوله اخلت بالتعاقد. طيب الخطوه اللي يعني القادمه من جهاتكم انتوا كسكان شيخ زايد يا استاذ عمر، يعني تتوقع انه يعني تعملوا ايه
بعد البيان اللي عملته او التصريحات اللي قالها الاستاذ وليد عباس مساعد الوزير؟ تصريحات الاستاذ وليد عباس معاون الوزير مفهومه، لان الدوله مش هترجع فلوس للنجيب ساويرس، يعني الدوله خدت منه فلوس واشترت ارض فمش هترجع له فلوس، فلازم يقول اي كلام يوضح انه اللي بيحصل تمام وفي اطار القانون وفي اطار المخطط الاستراتيجي والبعد التنفيذي، وكلام واسع ما يعني ما مش, مش 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 على ارض الواقع يعني. لكن كل سكان الشيخ زايد بيعملوا كل اللي يقدروا عليه، بنعمل محاضر، بنعمل توكيلات للاستاذ احمد الحمامسي المحامي اللي قبل كده برضه رفع قضيه على الدوله اللي كانت عايزه تعمل مجمع للورش في الشيخ زايد، والقضيه دي قفلت المشروع ده ما اتعملش. بنعمل ريبورت طول الوقت يعني لكل شركات التسويق العقاري اللي على الفيسبوك اللي بتنزل اعلانات، بنعمل لها ريبورت طول الوقت، وبنحاول وبنقدم اللي نقدر عليه علشان على الاقل يبقى في ايدينا الواحد مستندات يقول لاولاده بكره وبعده ان احنا حاولنا وعملنا اللي نقدر عليه يعني. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عمر طاهر الكاتب الصحفي والروائي المعروف، شكرا جزيلا. يعني يبدو أنه يعني هذا الموضوع لن يغلق يعني بسهولة، مصير هذه الأبراج هل ستبنى أم لا؟ يعني المؤشرات بتقول أنها ستبنى، لكن يعني الأصوات المعارضة تعلو كل يوم وهنشوف. وفي طبعا في اعلانات موجوده دلوقتي للناس اللي عايزه تحجز في هذه الابراج، فمش عارف يعني مصير هذه القضيه ماذا سيكون. طيب نروح لموضوع اخر يتعلق بقطر والاتحاد الدولي لكره القدم فيفا وكاس العالم. الاتحاد الدولي الفيفا حدد البلدان المرشحه لمشاركه قطر في استضافة مباريات مونديال 2022 في حال تقرر رفع عدد المنتخبات من 32 فريق أو 32 منتخب ل 48. الفيفا بتقول أنه لو قطر استضافت البطولة على 8 ملاعب، يعني هي الخطة يعني كانت في هذا الإطار انه قطر هتستضيف البطوله على 8 ملاعب، لكن لو في حال الفيفا رفعت عدد المنتخبات المشاركه في البطوله ل 48 فستضطر قطر للتنازل عن حصه من حصتها او جزء من حصتها في استضافه البطوله ومشاركه بعض دول الجوار. المشكله هنا انه يعني في دراسه رفعت الى الفيفا بتقول انه قطر مش هتكون مضطره لمشاركه مونديال 2022 مع دول زي السعوديه والامارات والبحرين في حاله انه هذه الدول يعني فكت الحصار عن قطر، زي ما بتسميها بيسميها النظام القطري بيسميها حصار، انما هذه الدول هي دول مقاطعه للنظام القطري ومقاطعه لقطر من يونيو 2017 وحتى الان. طيب خلونا نشوف ايه مصير البطوله، هل قطر بتستخدم هذه البطوله للضغط على الدول المقاطعه لها لكي تعيد العلاقات زي زمان وبالتالي تاخذ جزء من حصه قطر في استضافه المباريات؟ خلوني اشوف الاستاذ معتز الشامي. نعم الاستاذ معتز الشامي الصحفي بجريده الاتحاد الاماراتيه من الامارات. مساء الخير يا استاذ معتز. يا اهلا وسهلا يا مخلص، عامل ازي حضرتك؟ انا بمشي على حضرتك وعلى المشاهدين وعلى ضيوف الاستوديو. انا عفوا لان بره فمش شايف مين مع حضرتك يعني. لا ما انا وحيد جدا والله. لا بالعكس كلنا معاك. ربنا يخليك يا استاذ معتز. استاذ معتز، يعني هذه التطورات يعني وهذه التخمينات اللي بتدور حول استضافه قطر لمونديال 2022 شايفها ازاي؟ شوف يعني لو تسمح لي بدقيقة بس تعريفية، أنا كنت انفردت على صفحات جريدة الاتحاد بأول حوار مع جاني انفانتينو في بداية افتتاح كأس آسيا في العدد الافتتاحي للبطولة. نعم. والرجل تحدث على مدى صفحتين وطبعا حوار مسجل، أنا لولا بس إن مهنيا لا يجوز أنا كنت بعثت مقتطعات لتصريحاته الحصرية اللي قالها ليا في لقاء تقريبا امتد ساعة بينه وبينه، اتكلم فيه على موضوع اشراك الامارات في تنظيم المونديال. كنا احنا يمكن اول ناس ننفرد بالموضوع. ما اثير او ما يثار حاليا في التقرير الذي
يعني انتشر اليوم هو عاري تماما من الصحة. أنا بتكلم من واقع كلام جاني إنفانتينو اللي هي أن هو الأون ريكورد والأوف ريكورد بتاع الحوار. الرجل يعي تماما أن ما هو هناك هو عبارة عن خلاف سياسي، لم يتحدث عن حصار معي أبدا بالمرة. هو عارف طبيعة الموقف. جاني إنفانتينو علاقته جدا قوية في الإمارات السعودية، وعارف أن الخلاف هو خلاف سياسي، وان مصر اكيد طبعا ومع الدول الاربعه موجوده. لم يستخدم الفيفا، لم يستخدم كلمه حصار، ان بالفعل ما فيش حصار، هي مقاطعه. الفيفا لم يتدخل في الامور السياسيه. كان كل هدف جياني إنفانتينو لما جه في كاس اسيا هنا في الامارات ان هو يحاول ان يكون او يجعل من الفيفا وكانها يعني حمامه سلام، انها يعني طب ما رايكم ان احنا نستضيف مجموعتين او ثلاثه في الامارات تحديدا. وهو نفسه كان بيضغط على الفكره دي، ان انا عايز استضيف بطوله 2022 في الامارات، لان جياني إنفانتينو والكلام ده كمان احنا انفرضنا بيه، قال لي سازيد عدد مونديال 2022 ل 48 منتخب. الموضوع لا راجع فيه، ومش بس كده استاذ عمرو، ده حتى مونديال الانديه هيزيدوا كمان ل 24 فريق، وهيبقى تقريبا حاليا من النقاش هل بيبقى كل سنتين ام كل اربع سنين. فالرجل يتجه للزياده، هيتجه للزياده. يبقى فكره فين العدد، لان هو اعترف ان قطر غير قادره على استضافه هذا العدد وهذا الكم من 48 منتخب. طبعا هتبقى كارثه لو اتعملت في قطر لوحدها، لان هي اصلا 32 فريق على حجمها الصغير. بالظبط هو الحوار اللي على الشاشه ده. بالظبط، ولسه كنت عايز اشير الرجل قال يعني الراجل لم الفيفا لا يمكن ان يقحم بنفسه. يعني انا بقول لك من واقع صداقتي ليه، من واقع قربي ليه، فيفا لا يمكن ان يقحم نفسه ويتهم دوله من الدول ما تعادي، يعني ابدا لا يقحم نفسه بالسياسه. ده واحد. اثنين، الراجل كان هو اللي بيتقارب مع الامارات والسعوديه والبحرين ان هو يحاول ان يجعل من المونديال اللي جاي سبب في حل الازمه. فانا ما اعرفش ايه اللي دار بينه وبين القيادات السياسيه طبعا، لان ده شان مختلف. ولكن الراجل قال انا في اتصالات مع القيادات وبحاول ان انا اقرب وجهات النظر، واتمنى ان ده يستضيف المرضى. ولكن حينما قوبل طلبه بالرد فشفنا الاشاعات اللي طالعه من المواقع التابعه للنظام القطري زي اي نظام اخواني او زي اسلوبهم الاخواني او اسلوبهم يعني مش عايز استخدم كلمات، ولكن هو يعني اقل ما اصفه انه اسلوب قبيح جدا واصبح مكشوف جدا. ان انا لما ما اعرفش اوصل للهدف بتاعي فبالتالي اطلع شائعات لتمرير ضغوط من هنا او هناك. ولكن تقرير اليوم غير صحيح. فيفا لم يشترط انهاء المقاطعه، لان هو عارف ان الموضوع كله خلاف سياسي، والفيفا ملوش علاقه بالامر السياسي. هو حاول ان يستضيف جزء في الامارات السعوديه ولم ينجح. حاليا ان المونديال لو تم زياده وتم الموافقه عليه في يونيو اللي جاي، هو ده اجتماع الكونجرس بكره في العمر، هيكون في ميامي، اجتماع مجلس الفيفا هيكون في ميامي في امريكا. تمام. لو قرروا الزياده سيطرح الامر على اجتماع الجمعيه العموميه اللي هيكون شهر 6 اللي جاي. طيب. فهناك سيتخذ القرار. لو زاد ال 48 استاذ عمرو، اضافه اخيره، ان هيكون في الكويت وعمان، ده اقرب شيء للامر، لان طبعا النتيجه ممكن يكون قوبل طلبه بالرب ان تستضيف الامارات حاجه انا ما اعرفش الصراحه. ولكن حتى هذه اللحظه من الواقع ومن السيناريو اللي انا اقراه ان قوبل طلبه بالرب، لا يعني لا في الامارات ولا في السعوديه. فاتوقع بيروح لعمان والكويت. طبعا احنا سعداء جدا ان احنا بنسمع الكلام ده منك استاذ معتز، لانه يعني وبنعتز انك انت يعني اجريت الحوار مع رئيس الفيفا، واعتقد هذا الحوار وهذا الكلام يضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالكلام اللي بيتردد دلوقتي واللي بتردده مواقع وصحف ووسائل اعلام تابعه للنظام القطري. كلامه كان واضح. انا يمكن لو كان في فرصه ان انا بدري كان نتواصل، كان ممكن ابعت كمان التسجيل الصوتي، وكان يعني ردا انا بس عايز ارد على كذبهم. يعني مش انا عارف ان مهنيا لا يجوز، بس انا كنت على استعداد ان انا بعد استئذان جاني إنفانتينو نفسه ان انا احط تسجيلات صوتيه لكلامه وتصريحاته الحصريه، لان بالفعل الجماعه هناك مزودينها ومحولينها يعني للطميات وبكائيات. يا اخي طب ما تلتزموا بالمطالب اللي عليكم وتريحونا وتريحوا نفسكم يعني. ولكن للاسف لا زالت الضغوط مستمره بهذا الاسلوب، يعني خلينا اثقوا بالقبيح يعني، وان كان وبعتذر عن اللفظ يعني. تمام. شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات الأستاذ معتز الشامي الصحفي بجريدة الاتحاد الإماراتية، اللي أعتقد أنه كلام من الأستاذ معتز مهم جدا، وحواره مع رئيس الفيفا يعني وضح كل الأمور وكل التكهنات اللي طبعا وراها وسائل إعلام قطرية بتحاول أنها
تستخدم مسألة مقاطعة الدول الأربعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر للنظام القطري، تحاول أن تستخدم هذه المقاطعة في ورقة استضافة المونديال مونديال 2022، لكن زي ما قال لنا الأستاذ معتز ده كله كلام فاضي. الاتحاد لو قرر، الفيفا لو قرر بكرة في اجتماعه في ميامي أنه يزود عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2022 ل 48 منتخب، فأقرب البلدان التي ستشارك في استضافة المونديال هي الكويت وسلطنة عمان على ذمة الأستاذ معتز الشامي. طيب النهاردة عيد ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. لو كان عايش الموسيقار العظيم محمد عبد الوهاب كان النهاردة هيحتفل بعيد ميلاده 114. محمد عبد الوهاب غادر عالمنا من 27 سنة، لكنه غادرها جسدا وبقي إبداعا. رحل عام 1991 وكان عمره ساعتها 87 سنة. مش محتاج ان انا اتكلم كتير عن موسيقار الاجيال، لانه عبد الوهاب خلال مشواره اللي بيزيد عن نصف قرن من الابداع استطاع انه يضع بصماته الواضحة على الموسيقى المصرية والعربية، وتألق منذ صغره الى اخر يوم في حياته. كان منى اي حد انه عبد الوهاب يلحن له من المطربين الكبار، من الشعراء علشان يلحنوا قصائد، يكتبوا قصائد لعبد الوهاب يلحنها. يعني عبد الوهاب هو بصمه في تاريخ الموسيقى العربيه. واحد الكبار المطربين اللي كان مناء انه يغني لعبد الوهاب هو المطرب الكبير الاستاذ محمد ثروت. استاذ محمد، يا حياتي وذكرياتي. استاذ محمد معايا دلوقتي على التليفون. مساء الخير يا استاذ محمد. اهلا وسهلا يا استاذ عمرو. اهلا بحضرتك. يعني النهارده عيد ميلاد الموسيقار محمد عبد الوهاب، حكايتك مع عبد الوهاب قول لنا. حكايتي مع الاستاذ عبد الوهاب الامنيه التي اصبحت واقعا، لانه انا حفظت اغاني الاستاذ عبد الوهاب وانا عندي 8 سنوات، لان ابويا بيحب عبد الوهاب الله يرحمه، الله يرحم الاثنين. ولما اكتشفني الاستاذ محمد سلطان اتعرفت على الاستاذ حسين السيد، ولقيته بيقول لي في يوم من الايام بعد سنه تقريبا سنه ونص من ظهوري، فبيقول لي ان الاستاذ عبد الوهاب عجبه صوتي، فقلت له يا استاذ حسين هيعجبه صوتي ازاي؟ هو شافني ولا يعرفني؟ قال لي لا يا ابني، هو كان هو مدمن راديو يعني. فكان بيسمع اذاعه الشرق الاوسط، وبعدين كان في دعاء ديني. فبيقول لي الصوت ده مش غريب عليا، ده عبد الحليم. فقال له لا استنى يا استاذ اما نسمع اما يخلص الدعاء. فالمذيع قال محمد ثروت وكلمات الاستاذ عبد الفتاح مصطفى ولحن الاستاذ محمد سلطان. فقال له مين محمد ثروت؟ فقال له ده صوت جديد مقدمه محمد سلطان. قال لي الولد ده صوته حلو. وبعدين قلت له استاذ حسين طب هل ممكن يعني اشوف الاستاذ واسلم عليه مثلا يعني واتصور معاه؟ فقال لي انا هكلمه. بالفعل الاستاذ حسين يعني في يوم قال لي الاستاذ وافق انه يشوفك ويسمعك مش يتصور معك كمان. فانا بيني وبينك برضو عملت احتياطي، خدت المصور معايا ووقفته تحت البيت وقلت له انا استنى هنا ما اقدرش اطلع بيك للاستاذ، لازم استاذنه طبعا. المهم طلعت فوق، ما اكذبش عليك يعني الاستاذ ابو هاب اللي انت بتسمع عنه وبتشوف افلامه ورجل تربع على القمة طيلة عمره، يعني هو اختلفت الروايات عن مولده. في ناس قالوا 1900، في ناس 1901، في ناس قالت 1899، لكن ده مش ده اللي يهمنا. يهمنا ان هذا الرجل كان يبدأ من حيث انتهى الآخر في مجال
الفن والابداع. المهم فجاه بعد 5 دقائق لقيت موسيقار الاجيال قدامي. اهلا. قلت له اهلا يا استاذ. قال لي انا سمعتك وصوتك عجبني، انت منين؟ قلت له انا من طنطا. قال لي بلدكم بلد اصوات، انت تعرف ان عبد الحمولي من طنطا؟ قلت له يا فندم لا دي معلومه عمري ما عرفتها. اللي اعرفه ان عندنا المشايخ الشيخ الحصري والشيخ مصطفى اسماعيل استاذ محمد فوزي ومدام هدى سلطان والفنان عفاف رادي. قال لي اه. هتغني ايه؟ فقلت له اللي حضرتك عاوز. قال لي لا اللي انت تحب تسمعهوني سمعهوني. انا بيني وبينك بقيت عامل زي عبد السلام نابلسي، دقات قلبي اعلى من دقات الكونتر باس زي ما بيقول في الفيلم. فهو حس بان انا مشدود فبدا يذنبن معايا من رقته وجماله. وغنيت له وقتها مين عذبك بتخلصه مني ولما انت ناوي تغيب على طول. فانبسط وقال لي يا ريت تبقى على اتصال بيا. قلت له يا فندم ده يسعدني وشرف ليا وانا ما كنتش احلم ان اقابل حضرتك، بس انا عندي امنيه، هل ممكن اتصور مع حضرتك؟ فقال لي نتصور ازاي؟ مين هيصورني؟ قلت له يا فندم المصور قاعد تحت. قلت له انا جاهز. طلبت المصور، نزلت له ما كانش فيه موبايل ولا بتاع، نزلت جبته وراجل خايف يا عيني بقى يصور وهو يعني ايه ربنا يعينه. ايوه. المهم بعدها بشويه تم ترشيح مجموعه الشباب وقتها الموجودين لاوبريت لو تذكروا الارض الطيبه اللي هو صوت بلال. طبعا طبعا. حضرتك وحضرتك وتوفيق محمد الحلو. محمد الحلو وتوفيق فريد. توفيق فريد وايمان الطوخي وسوزان عطيه. سوزان عطيه صح. و مين كمان؟ زينب يونس الله يرحمها. مين؟ زينب يونس. زينب يونس الله يرحمها. هذا الاوبريت كان فرصه كل واحد فينا ثلاث ارباع دقيقه 45 ثانيه عشان يثبت وجوده ويبقى غنى للموسيقار محمد عبد الوهاب. أنا الحقيقة المقطع بتاعي نجح نجاح كبير، اللي هو كان بيقول رجالة وطول عمر ولاد، اللي هي رجالة. لا بشراكي يا أرض بلدنا المواكب حواليكي دمعوكي وقالولك جينا نبني ونزرع فيكي. بالظبط. ونجحت الأرض الطيبة. وابتدت الناس اللي متصلة بالأستاذ عبد الوهاب وقتها زي الأستاذ أحمد بهاء الدين الله يرحمه والأستاذ مصطفى أمين والاستاذ انيس منصور تحديدا، فقالوا له الشاب اللي انت قدمته الاغنيه بتاع الارض الطيبه دي ليه ما تعملوش حاجه لوحده. فانا طبعا الكلام ده عرفته بعدين، ما عرفتوش وقتها. انا في يوم سمعت الاستاذ في التليفون كان بيطلبني في التليفون فبيقول لي انت فين؟ قلت له امرني. قال لي لا عايز اعرف يعني انت مشغول. قلت له مشغول ايه يا استاذ؟ يعني حضرتك عاوزني دلوقتي حالا اجي؟ قال لي لا تعالى لي حالا فوق. جريت على البيت فلقيته محتضن العود وبيقول لي اسمع كده وقولي رايك. قلت له انا اللي هقول رايي؟ صعبه دي. قال لي بس اسمع. فسمعني مصريتنا وطنيتنا حماها الله. انا الحقيقه انبهرت. جمله عاطفيه وطنيه تخش قلبك من اول لحظه. قلت له حلو قوي يا استاذ اللحن ده. قال لي ايه رايك انا اخترتك عشان تغني؟ انا اللحظه دي لحظه فارقه في عمري. اكيد طبعا. وابتدينا البروفات. يعني شوف بقى كنت بتشرف ان هو يقول لي مثلا لو سواء يعني موجود اوكي هيجي بعربيته. لو سواء مش متابع معانا كميه البروفات الهائله دي ويوم اجازه ما تكون يوم جمعه، هو ممكن ما عندوش مشكله جمعه ولا سبت ولا الساعه 12 بالليل زي ما كانت الناس بتقول. لو عنده شغل ممكن يوصل للصبح. أيوه. في سنه المتقدم. أيوه. فكنا يوم جمعه وقال لي لو سمحت عدي عليا عشان يعني لازم اروح عشان عمر خرشد هيحط سولو الجيتار في الاغنيه. فعديت عليه وخدته. تخيل انت بقى ماشي بالاستاذ عبد الوهاب الثروه القوميه ده جنبك في العربيه. المهم في تصوير الاغنيه طرقت فكره ان انا البس البدله بتاعه الكليه الحربيه.
والحقيقه دي كان لها اثر كبير جدا جدا في نفوس الشباب وقتها. أيوه. والبيوت المصريه. أيوه. واحنا من حبنا للبدله العسكريه ايا كانت شرطه او قوات مسلحه، فدي كانت يعني كانت لازمه من لازمات النجاح لهذه الاغنيه. صحيح. وتم تصويرها كمان في الهرم. صحيح. وفي الكليه الحربيه وفي الكليه البحريه وفي مصر كلها، وكان اول مره في تاريخ التصوير للقاهره او للجمهوريه عموما انه يتم التصوير بالطياره لو تفتكر. ايوه 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 ده كان جديد في وقتها. ده صحيح. اهي صوره حضرتك دلوقتي يا استاذ محمد مع الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب معانا الشاشه دلوقتي. لسه انا مش شايفك في التلفزيون يا استاذ عمرو. مش مشكله مش مشكله. بعد نجاح مصريتنا انا كنت عامل مصريتنا وانا ناجح في اغنيه بلدي لو تذكر. طبعا بلدي طبعا جمال سلامه. بلدي الى الان لها وقع رهيب جدا في نفوس كل اللي يسمعها. كذلك مصريتنا حماها الله. طبعاً. وكلامها طبعا مصريتنا امانه زي الروح جوانا. دي اللي مخليانا شعب من الابطال. نعرف قيمه ذاتنا ونصون مصريتنا وتهون تضحيتنا لاجل ما تبقى حياتنا احلى واحلى في كل مجال. صحيح صحيح. نجحت مصريتنا. وفوجئت بالاستاذ عبد الوهاب بيقول لي انا يعني انا كنت عارف ان اللحن ده هيطلع منك بالشكل اللي انا عاوزه. وانا عشان كده فكرت ان انا اعمل لك اغنيه عاطفيه. ودي كانت اخر اغنيه متهيألي عملها الموسيقار عبد الوهاب. لا يا استاذي، هو لسه كان فيه لسه حاجه ثانيه. بس هي حياتي كانت اخر اغنيه عملتها له حتى بعد رحيله. حتى بعد لكن رحيله. لكن وقتها ما نفذناش يا حياتي. لان جات لنا اغنيه لوزاره الانتاج الحربي اسمها النور والحريه والعزه القوميه. هتصونها وتبنيها مصانعنا الحربيه. دي كانت خصيصا لوزارة الإنتاج الحربي. أيوة. ثم أعقبها السيمفونية اللي أنا بعشقها، عاشت بلادنا، عاشت طبعاً. بلادنا طبعاً. زي ما هي ادتنا حياتنا إحنا كمان نديها ونعوضها ما فاتها وفاتنا ونحقق أمانيها. وفي هذه الأثناء كلها كان بيلحن لي في يا حياتي وذكرياتي وأمنياتي في الحياة، أنت أحلى أغنياتي. يا نغم قلبي وغناء يا حياتي. كمان يا أستاذ محمد، هو الموسيقار عبد الوهاب سمح لك أنك تغني من غير ليه متهيألي؟ سمح لي أغني كل أغنياته مش من غير ليه بس. أنا كنت عملت حتى تركيبة حلوة قوي، كنت أنا بعشق أغنياته القديمة، فعملت له كوكتيل كده بيبدأ بموال اسمه أشكي لمين الهوى والكل عزالي من مقام الكورد. وكنت بخش منه على لما انت ناوي تطيب على طول، ثم امتى زمان يسمح جميل، ثم خايف اقول اللي في قلبي من نفس المقام، ولكن غيرت الارتام. والحقيقه هو تقبل ده بشكل رائع جدا، وكان يطلب مني لما يكون عندي حفلات او كنت بعمل افراح، ان اصحاب الافراح اللي كنت بعملها كانت بتبقى الحقيقه افراح كبيره جدا، فكان بيبقى اصحابه موجودين، فيرجعوا ثاني يوم الصبح يكلموه يقولوا محمد ثروت غنى كذا وكذا وكذا. ما اقدرش اقول لك يعني انا الحقيقه كون ان هو يختارني من بين ابناء جيلي واقعد معاه من سنه بالظبط 80 لغايه ما توفى سنه 91، يعني ما اقدرش اقول لك كميه الحنان والمشاعر. يكفي ان هو حضر فرحي وكان الحقيقه يعني ما اقدرش اقول لك وقع وجود الاستاذ عبد الوهاب في الفرح وهو عمره ما حضر. ايوه فرح. صح. مش مشهور عنه، مش معروف عنه انه يحضر الافراح. طبعا خالص طبعا خالص طبعا. يعني انا لو كنت اقدر كنت ابعت لك الصور بتاعته هو والهاوي. لا احنا عايزين قاعده بقى في الاستوديو يا استاذ محمد تحكي لنا ان شاء الله باذن الله، ونغني كده ويعني ونتذكر مش بس عبد الوهاب، نتذكر يعني كل نجوم وعمالقه الجيل السابق. استاذ عمرو، مصر كبيره قوي، مصر دوله عظمى، مصر ولاده، ومصر الحقيقه ربنا سبحانه وتعالى اداها كتير من الحاجات الجميله القيمه الحلوه. صحيح. شعبها. صحيح. ارضها وناسها ونيلها. يا رب يعني كل انسان مننا يستشعر عظمه هذا البلد
ويديها علشان ولاده مش عشانها هي، هي قاعده. نعم يعني صحيح. هي قاعده باماره الهرم وباماره المعابد وامارات امارات كتير. يمكن يسعدني دلوقتي استاذ محمد انك تسمع ايضا شهاده الدكتوره حمده حسين السيد نجله الشاعر الكبير الراحل الاستاذ حسين السيد رفيق درب عبد الوهاب. دكتوره حمده مساء الخير. ايوه مساء الفل، اهلا وسهلا في حضرتك. انا بحضرتك الاستاذ الفنان الجميل الاستاذ محمد، اهلا بيك دكتوره. اهلا. دكتوره حمده، يعني ذكرى بلاد الموسيقار الكبير عبد الوهاب، ماذا تعني لنجله الاستاذ الكبير حسين السيد؟ طبعا يعني انا ما بقدرش ساعات افصل بينهم، لان هما الاثنين يعني فعلا توأمة فنية نادرا ما تتكرر. ودايما بسأل نفسي ازاي الاستاذ عبد الوهاب من اول اغنية واغنية قصيرة جدا عملها حسين السيد، ازاي قدر يشوف كل الابداع والموهبة اللي ظهرت بعد كده في الشعر. يعني ده يبين لك قد ايه الاستاذ عبد الوهاب كان عنده نظرة بعيدة عننا كلنا، لكن هو حس انه قدر يوظف الكلمات للموقف وعمل له بالظبط اللي هو عايزه. يعني الفكرة البسيطة اللي اداها له وجد حسين السيد بينفذها احسن تنفيذ في 24 ساعة. فانا كمان بحب اقول ان كلمة اغنية البداية اللي هي اجري اجري وديني او موصلني، هي كأن حسين السيد بيقولها يعني اجري بيا يا أغنية فتحة الخير ووصليني. وقد كان إن الأغنية دي فعلا هي فيلم يوم سعيد، فتحت له باب الفن من أوسع باب. في فيلم يوم سعيد طبعا، في يوم سعيد. نعم. وبعدها بقى بدأ المشوار. بعدها طبعا عمل تقريبا كل افلام الاستاذ عبد الوهاب بعد كده. يعني كان نادرا ما يبقى فيه يمكن اغنيه بس او اغنيتين لحد تاني ان ما كانش الفيلم كله. وطبعا هو ادخل على الاستاذ عبد الوهاب برضو الدويتو في رصاصه في القلب، دويتو جميل جدا مع رأي ابراهيم. لخص قصه الفيلم في البدايه وفي النهايه. في البدايه اللي هي طبعا الاوبريت الدويتو الشهير حكيم عيون، الى ان في النهايه ما هقول لك ايه عن احوالي غير اللي شفتيه بعينيكي. وبرده يعني بحب اقول ان يعني حسين السيد ادخل نوع من الاغاني الخفيفه بعض الشيء على ارشيف الاستاذ عبد الوهاب العامل جدا. فرغم انه كتب له الحاجات الثقيله قوي زي عاشق الروح، حبيبي المجهول، حياتي امتى، بفكر في اللي انا فيه، تلاقيه كمان عمل له كان اجمل يوم، يوم مشاكلي، قول لي عمل لك ايه قلبي، ترى عيني قرات، ارعيك قراتين، حبيبي لعبته. دي ما كانتش في المفردات دي بتاعت الاستاذ عبد الوهاب، لكنها لقت قبول منه. صحيح. لقت قبول كبير منه. صحيح. يمكن في فيلم مش بس على اصوات. نعم. يمكن يا دكتوره في فيلم غزل البنات كتب اغنيتين من مدرستين مختلفتين، اغنيه عيني بترف اعتقد وعاشق الروح. ايوه طبعا طبعا. بس اقول لحضرتك حاجه، يعني في ناس بتستغرب على عيني بترف او على ابجد هوس، وانا مش عارفه بيستغربوا ليه. يعني لدرجه ان يعني في كلام يعني انه مش هو اللي كاتبهم، حاجه يعني كلام بايخ قوي. انا بقول لهم اللي يقول كده ناسي انه من ثلاث سنين قبلها، قبل فيلم غزل البنات سنه 47، كان عامل حاجه اعظم واجمل وعبقريه اكتر، اللي هي اللي يقدر على قلبي. حضرتك فاكر طبعا يقدر على قلبي، الفنانين الكبار مع احتفاظي بالالقاب اللي كلهم، عزيزه عثمان، اسماعيل ياسين، محمود شكوكو، الياس مؤدب، ومين، ليلى مراد معاهم طبعا. وكتب لكل واحد الشخصيه التي تمثله بمنتهى خفه الدم والطرافه والفكاهه. فاللي كتب اللي يقدر على قلبي بالتاكيد يقدر يكتب اكثر كمان من ابجد هوس واكثر من عيني بترف. وده بقى على مر التاريخ عمل كده، لما صحيح. كتب بقى بين الاهلي والزمالك، ولما كتب عنوات خطير، ولما كتب فوازير الثلاثي. فالنزعه دي موجوده فيه ومتاصله فيه، زيها زي النزعه الجاده العاطفيه الرومانسيه الشديده. ده صحيح صحيح. يعني قبل ما اشكركم، يعني لو الاستاذ محمد ثروت عايز عنده تعليق، يعني اهلا وسهلا.
قفل تليفونه. طب يبقى بشكر حضرتك شكرا جزيلا للاستاذه الدكتوره حمده حسين السيد نجله الشعر الكبير حسين السيد، وطبعا بشكر المطرب الكبير محمد ثروت، و يعني رحم الله محمد عبد الوهاب بقدر ما اسعد الملايين في مصر وفي الوطن العربي وفي العالم اجمع. نشوف الساعه السكانيه قبل ما ناخد فاصل. الساعة السكانية بتقول انه عدد المصريين في الداخل دلوقتي 98,389,356 نسمة، بزيادة حوالي 5000، بزيادة حوالي 5000 عن امبارح 5000. طيب ناخد فاصل، وبعد الفاصل هنشوف بعد ما قررت الحكومة فصل متعاطي المخدرات من العمل كيف يتم ذلك، وكيف يتم التعرف على متعاطي المخدرات، يعني أقصد طبعا الموظفين في الحكومة. أسئلة كثيرة حوالين حضراتكم من جديد في رأي عام. النهارده كان في اجتماع لمجلس الوزراء، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اكد ان الدوله مصممه على استبعاد متعاطي المخدرات من دولاب العمل الحكومي، يعني من الجهاز الاداري للدوله. الدكتور مدبولي النهارده وجه بانه الاجتماع القادم، وعاده الحكومه بتجتمع كل يوم اربع يعني زي النهارده، هيكون فيه دراسة للتعديلات التشريعية المطلوبة لكي تشدد ولتشديد الردع على متعاطي المخدرات في الجهاز الدوري الجهاز الإداري للدولة، وعرضها على الاجتماع المقبل للحكومة لإقرارها في أسرع وقت. أيضا النص على عقوبة الامتناع عن التحليل، لأنه دي برضو مشكلة، يعني هناك من الموظفين من يفكر في الامتناع عن التحليل لكي يعني يتهرب من هذه المسألة. في نسبة يمكن هي قدامي، نسبة المتعاطين للمخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة وصلت ل 8% بحسب صندوق مكافحة وعلاج الإدمان. بالتأكيد ده رقم مش قليل، رقم حتى بيعتبره بعض المتخصصين رقم مفزع. كيف يمكن تقليل هذه النسبة، وكيف يمكن الوصول بها إلى نسبة صفر؟ ده محور حواري النهاردة مع ضيوفي الأعزاء اللي مشرفيني في الاستوديو، الدكتور نبيل عبد المقصود أستاذ السموم والمخدرات بكلية طب قصر العيني. أهلا بحضرتك دكتور نبيل. أهلا وسهلا. دكتور ريم الساعي مدير إدارة المعامل بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان. أهلا بحضرتك دكتور ريم. دكتور إبراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان. أهلا بحضرتك دكتور إبراهيم. أهلا بيك يا فندم. طيب يعني ladies first،
دكتورة ريم، النهاردة كان اجتماع مجلس الوزراء اللي أنا اتكلمت عنه في المقدمة لردع الموظف المدمن، وأنه هذه العقوبة بتتضمن يعني حالات التعاطي وليس فقط الإدمان، مش كده؟ رأي حضرتك إيه في هذه الخطوة؟ هي الخطوة دي إنها جاية في هذا التوقيت طبعا مناسب جدا الأحداث الجارية، بس احنا اوريدي مع طبعا الصندوق مكافحه الادمان احنا بادئين الكلام ده بقالنا سنتين، ثلاث سنين دلوقتي، ثلاث سنين بادئين اوريدي هذه الخطوه. بس احنا في حالتنا بالنسبه لي انا مثلا احنا كنا بنعمل لمستشفيات الامانه برضو كدور مصالح حكوميه، بالنسبه لنا بنعمل محضر اثبات حاله لما بيثبت وبيتحول نيابه اداريه، والنيابه الاداريه هي اللي بتاخد معاه الاجراء. في جهات تانية أخرى بتقوم بالفصل مباشرة. جهات أخرى. الإنتاج الحربي بتفصل، الإنتاج الإعلامي بتفصل. كمان. هو الأمانة عاملة بروتوكول مع الإنتاج الإعلامي. الأمانة بيرسي عاملة بروتوكول مع الإنتاج الإعلامي بتفصل. جهات كتيرة أخرى بتفصل. في جهات أخرى بتفصل 6 أشهر للعلاج ثم يعاد التحليل. وطبعًا هو مش بيعاد مرة واحدة. هو بيعاد أكتر من مرة. وبتبقى أهم حاجة لما الحملة بتطلع السرية التامة. يعني الموظف ما بيبقاش عارف. نو. لا. الحملة أنا نفسي، أنا عندنا 18 مستشفى. طب اللي بيمتنع بقى؟ بيعمل معاملة الإيجابي. أها، أوكي. الممتنع يعمل معاملة الإيجابي، أنت ممتنع ليه؟ طيب يعمل معاملة الإيجابي وفق القوانين اللي موضوعة حالياً، اللي معمول بها حالياً، ولا مش عارف دكتور ابراهيم؟ بيعامل معامله الايجابي وفق قانون الجهه اللي هو بيتبع ليها في الوقت الحالي. يعني لو الجهه بتقول ان هو يفصل هيفصل، لو الجهه بتقول ان هو هياخد علاج لمده شهر او اتنين هيكون بها. لو الجهه بتقول ان هيتحول يعني اجراءات اداريه وشؤون قانونيه ممكن يتنقل من مكانه، يعني حسب القانون اللي هو وضعته الجهه. ولكن مع صدور التعليمات من فخامه الرئيس من منذ يومين بان اللي هيثبت تعاطيه على طول هيكون خارج الجهاز الاداري للدوله، كان في اجتماعات متتاليه وراء هذا الامر على طول، واقربها اجتماع النهارده مجلس الوزراء. عاوز اقول لحضرتك ان القرارات كانت قرارات صريحه وواضحه، وهيتم بالفعل تعديل اللائحه التنفيذيه في قانون الخدمه المدنيه، ايضا هننشر التعديلات دي عشان تكون موحده على مستوى الوزارات والهيئات الحكوميه بالكامل. مفيش وزاره ترفض ووزاره ثانيه تطبطب، مفيش وزاره ترفض او وزاره ثانيه تعالج وهكذا، ولكن هيكون الامر كله على حد سواء. ايضا احنا يعني بنشتغل بقى مع بعض مع الامانه العامه للصحه النفسيه ده منذ سنوات طويله، يعني قلت لحضرتك منذ 3 سنين، وده اللي خلى الحكومه كمان تاخد الاتجاهات والاجراءات القويه حاليا، لان احنا على مدار ال3 سنوات نزلنا في اكثر من 50,000 كاشف على سائق الحافلات اللي على الطرق السريعه. كانت النسبه في عام 2015 24%، نزلت ل 12% في عام نهايه 2018. ده راجع الباصات بتاعت المدارس، وكمان ده حمله ثانيه كانت حمله ثانيه للباصات بتاعت المدارس. بس انا اقصد ايه اللي خلاها تتراجع، وايه اللي خلى النسبه، هي طبعا 12% ده نسبه كبيره برضو يعني، فاللي خلاها تراجع ان كان في قوه قانون موجوده معانا، احكام الضبطيات اللي بتتم واحكام اللجان اللي موجوده وهكذا. كل ده في نطاق السريه التامه. يعني انا عاوز اقول لحضرتك ان الحمله اللي بتطلع غرفه العمليات المشكله من صندوق مكافحه الادمان ووزاره الصحه بقياده الدكتوره ريم، يعني احنا بنوجه الحمله وقت ما بتوصل المحافظه، روح بقى الحته الفلانيه. مفهوم. طيب جينا للدكتور نبيل. دكتور نبيل، الكشف عن تعاطي المخدرات بيشمل ايه؟ عباره عن ايه؟ هل المخدرات اللي هي رائجه يعني زي البانجو زي الحشيش زي، ولا بشكل عام؟ بص، عايز اقول لحضرتك اول باكد على الكلام اللي قالوه زملائنا والدكاتره الافاضل، ان فعلا الكلام ده مهم جدا وفي منتهى الاهميه والخطوره. ومن سنتين جالنا منشور من جهاز تنظيم والاداره بعمل تحاليل للعاملين في المؤسسه، يعني كنت ماسك اصلا فرنساوي فعلا، فده مطبق من سنتين، بس زي ما قالوا كل واحد على حسب الجهه اللي بيتعامل فيها. انا ليا رؤيه مهمه جدا في الموضوع دوت، ان قبل ما نعاقب احنا لازم يبقى في حملات توعيه قويه، لازم الناس تعرف ايه خطوره التعاطي. ليه؟ انا ما حاسبش واحد، لان ممكن يقول لك انا ما كنتش اعرف. على فكره في ناس دخلت
وفي الموضوع ما تعرفش ان ده يعتبر تعاطي. في رجاله بتاخد الترامادول لحل المشاكل الجنسيه عندهم، بعدين يروح هناك تحلله يطلع ايجابي يتفصل، ده ظلم. فلازم نفهمه واحد مريض وبياخد علاج، فلازم نفهمه خطوره التعاطي وخطوره هذا الموضوع، وان ده هيكون سبب في ان هو هيطرد من عمله وهتشرد اسرته بعد كده، ملوش حجه. واخد بال حضرتك؟ فدي نقطه مهمه جدا. التحاليل اولا لازم تكون تحاليل عند بدايه التعيين، دي نمره واحد. وبعدين خلي بالك، يعني انت عارف لما طلع القرار ده وابتدت الميديا تتكلم، لازم تتخيل كميه التليفونات اللي جايه لي. دكتور نبيل انا باخد حشيش، طب اشيله ازاي؟ دكتور نبيل طب التحليل هيتعمل ازاي؟ اعمل ايه؟ بيحصل فعلا على فكره. بيتشال ازاي؟ ده حصل معايا برضه. مش يتشال يعني ازاي؟ لا يغرر بيهم طبعا. عشان مش عايز يكتشف. واحد يقول له ايه؟ اشرب خل. طب يا دكتور نبيل لو شربت خل، طب لو خدت حبوب مانع حمل، طب خدت مانع حمل رجاله؟ أيوة. ممكن على اساس ان هي بتعمل ماسكينج للهرمونات. اللي هم مش عارفينه انك انت لما تشرب خل، الفكره بتاعتها لا ما احنا لازم نشرح ونفهم. وهنا عشان بقول لك ايه بقى كده، دور الوعي، دورنا احنا كدكاتره ان احنا نشرح، ولازم الاعلام يساعدنا انه ينشر. ما احنا بنعمل ده ما كويس. فدي مهم عشان الناس تبقى فاهمه. هيشرب خل، اولا الخل هيضره جدا لان هيعمل حموضه في الدم. لا هيعمل حموضه في الدم. فدي مشكله كبيره جدا. هو بياخده علشان يعمل حموضه في البول. يوم لما يجوا يعملوا له التحليل بالشريط يبوظ النتيجه ما تطلعش. ايوه. هو ما يعرفش بقى ان الدكاتره بيشوفوا حمضيه البول قبل ما يعملوا التحليل، فيعرف ان اللي هو عامله دوت في حاجه غلط. فهيستبعده. هو ما يعرفش كده، فبيضر نفسه. على فكره الحبوب اللي بياخدها او بياخد لازكس وحاجات كتير مش هيفيده، لان طريقه التحليل كل الالاعيب دي بكشوفها عند المتخصصين. طيب لازم يتعمل ساعة الدخول للوظيفة، دي نمرة واحد. لازم يتعمل حاجات دورية عشوائية بلا مواعيد سابقة، ويتقول له تعالى في اليوم الفلاني الساعة كذا. إذا ما جاش زي ما قالت الدكتورة يعتبر إيجابي ويطبق عليه ما يطبق، ده مش شغلنا. أنا بطالب بحاجة، أولا خلي بالك الناس اللي بتحمل على اكتافها ارواح ناس تانية، سواقين القطارات، العربيات، اللي بيسوقوا اتوبيسات الاطفال، دي مهم جدا. لان دول لازم يتعمل الكشف. وبعدين في حاجه مهمه لازم الدوله تطورها وتعملها قاعده ثابته، دي هتحل لنا كل المشاكل. اولا التحليل ده في العيب فيه، احنا لازم نطور ونستخدم وتبقى ستاندرد قاعده تحليل الشعر للمخدرات. تحليل الشعر للمخدرات. ليه؟ بيقعد اكتر. انت عندك الشعر بينمو معدل سنتي كل شهر. لو خدت منك شعره 3 سنتي هقسمها لثلاث اجزاء، كل جزء عباره عن سنتي. السنتي اللي قريب من فروه الراس بيمثل الشهر اللي فات اللي هو فبراير، واللي قبله يناير، واللي قبله ديسمبر. هقدر اعرف انت في ديسمبر خدت ادويه ايه مخدرات، ونسبتها قد ايه، وكميتها قد ايه، وفي يناير قلت قد ايه، وفي فبراير قلت ولا زادت ولا ضفت عليها حاجه. طب احنا عندنا الامكانيات لتحليل الموضوع ده؟ نعم موجوده يا فندم، موجوده وسهله جدا، وعندنا الاجهزه. بس لازم يبقى حد، يبقى دي منوال وطريقه عمل، بحيث انت محتاج تاخد منه. انتوا بتعملوا كده يا دكتور؟ لا يا فندم، لا احنا ما عندناش تحليل الشعر، هيبقى عن طريق اليورين اونلي. بول بس. فدي ميزه. تحليل الشعر ده يا دكتور موجود يا فندم في انهي جامعه يا فندم؟ موجود في المركز القومي للبحوث، وموجود في جامعات كتير. اصل انت بتعمل ازاي؟ بتعمل لك على اتوميك ابزوربشن، انا بشرح لك طريقه عمله سهله قوي. بعد لا انا عارفه الطريقه، لكن هي انا عارفه البليسز اللي هو فيها. ميزته في ايه بقى؟ انك انت مفيش احتمال التلاعب. نمرة اتنين هيعمل ايه؟ هيحلق قعرة هتاخد من صدره، مش هتفرق. نمرة اتنين هيديك التاريخ السابق لتعاطيه، فمفيش تلاعب فيها خالص. صحيح. دي نقطة مهمة جدا، لأن خلي بالك إن المخدرات فيها خطورة في إيه؟ إن اللي بيتعاطى هيفقد الإحساس بالمسافة. أيوه. فما يقدرش يحدد المسافة اللي قدامه كويس، فيقدر يعمل حادثة. صحيح. سرعة الإشارات العصبية من المخ للعضلات عشان تشيل رجله من على البنزين وتحطها على الفرامل
بتبقى اضعف فبالتالي بتاخد وقت اطول فبالتالي تؤدي الى مشاكل. ما عندوش رد الفعل. طيب واحنا بنتكلم عن الحملات التفتيش المفاجئه زي ما حضرتك اشرتي وزي ما الدكتور ابراهيم اشار على الطرق السريعه، ازاي هذه الحملات بتتم؟ ايه اليه العمل؟ مين اللي بيشارك فيها؟ هو بص حضرتك احنا عندنا بالنسبه في طرق، بالنسبه للسائقين في الطرق السريعه وعندنا سائقي حفلات المدارس بيروحوا لهم المدارس. الجديد بقى ان احنا ابتدينا من السنه دي طلعنا وكان لسه اللي هي في المنيا على مدارس الحكومه اللي هم ان شاء الله توك توك. اي حد بينقل اطفال على الطريق بيتعملوا التحليل. فدي خطوه جديده عملناها، زمان كنا في المدارس الخاصه لا وفي مدارس خاصه كلها. دلوقتي دخلنا مدارس الحكومه. ودي ويس. خطوه طبعا جريئه ويس. جدا. وبعدين بالنسبه لسائقي الحافلات احنا بنعملها من 2014. بس يمكن كانت بتتعمل بشكل كده يعني مش يعني بجد يعني جدا حضرتك النسبة قلت من 6.6 احنا وصلنا السنة دي 2.7 بس ده كان علشان كان على سائقي الحافلات وبرده كان اللي هي الطرق السريعة لا في كل ودمياط ما شاء الله في الطرق السريعة عاملين نسبة كبيرة جدا تمام. طب دكتور ابراهيم هل في احصائية لمعرفة نسبة الجرائم التي ارتكبت تحت تأثير المخدرات؟ أنا بس أو الحوادث قبل ما أجاوب حضرتك على السؤال ده أنا يعني في تعقيب صغير كده عاوز أقول لحضرتك إن إحنا بنشتغل في حملات التوعية ديت بقالنا سنوات طويلة جدا وأبرزها طبعا إن إحنا قدرنا نستثمر قدرات لاعب كبير زي محمد صلاح في إن هو نقدمه كنجم وسفير لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في حملتنا أنت أقوى من المخدرات. فالناس عندها يعني مش المعلومة بقى عندها الوعي بخطورة تلك القضية ولكن زي ما اتفق مع الدكتور فعلا لما قال ما عندهمش الثقافة المخدرات ما عندهمش الكلمة دي مش عارفين ازاي ان ممكن الحبات تضرهم وهكذا. عشان كده احنا ابتدينا يا فندم في وضع خطة قبل تطبيق القانون على طول ان هيكون في اويرنس قوية جدا جدا على مستوى السوشيال ميديا كلها بالكامل بنقول لهم اضرار ده كذا واضرار ده كذا واضرار ده كذا وخلي بالك ده هيظهر في كذا وده هيظهر في كذا وهنبتدي ان احنا نعمم ده كله على مستوى المصالح الحكوميه مره واحده يا فندم. انت حضرتك عارف طبعا ان احنا عندنا جيوش جراره من المتطوعين اللي بيشتغلوا معانا، عندنا النهارده 27,000 متطوع بيشتغلوا معانا في صندوق مكافحه وعلاج الادمان، فمن خلال دول ان شاء الله خلال الشهرين اللي جايين دول هتكون في حملات قويه جدا خاصه رقم واحد على المصالح الحكومية. احنا عندنا حوالي كم موظف في الجهاز الاداري للدوله؟ 7 مليون تقريبا، من 6 ل 7 مليون، من 6 ل 7 مليون، 6 ل 7 مليون. يعني واحنا بنتابع الحملة الرائعة بتاعت 100 مليون صحة. جميلة مشتركة فيها. يعني جميلة ورائعة. فيها حاجة بنفخر بيها. فعلا فخر. طيب في وجهة نظركم محتاجين قد إيه علشان حملة زي دي للكشف عن تعاطي المخدرات لدى موظفي الجهاز الإداري للجرائم؟ أنا جاوب بس السؤال الأولاني بتاع حضرتك بالنسبة بتاعت الجرائم. عاوز أقول لحضرتك إن هي لما جينا عملنا دراسة كده مصغرة عشان نربط بقى ونشوف الربط أو العلاقة ما بين الجريمة اللي موجودة وبين تجارة أو تعاطي المواد المخدرة وصلت النسبة 64% من جراء من يتعاطون المواد المخدرة كانت يعني او ارتكبوا الجرائم ديت من جراء تعاطي المواد المخدره ما بين بقى سرقه واغتصاب وضرب وحوادث. عاوز اقول لك كفايه عندنا قوي كم الحوادث اللي تمت سواء كان على الطرق السريعه او اخرها طبعا الحادثه الكبيره بتاعت محطه مصر. فده في حد ذاته قاد او خلى القياده السياسيه تهتم بهذا الملف. بالنسبه بقى ان احنا حابين ان احنا ناخد قد ايه فتره ممكنه او مده زمنيه ممكنه؟ ده سؤال افتراضي يعني لو عملنا حمله زي دي يعني لا احنا في المراحل الاولى هتبقى طبعا على مستوى المراحل يعني احنا مش هنقدر نكفي ال 5 مليون او 6 مليون مره واحده ولكن احنا هننزل في المقام الاول ناخد عينات عشوائيه. طبعا احنا حاليا عاكفين على ان احنا يكون عندنا قاعده بيانات موحده بالكامل عن كل جهاز اداري في الدوله. الجهاز الف او المحافظه الف او المحافظه ب ده عدد العاملين فيه قد ايه، طب المديريه دي عدد العاملين فيها قد ايه، وبالتالي قاعده البيانات دي يعني النهارده كان في تواصل كبير جدا مع الجهاز المركزي عشان
الفلاني مدينا بهذه المعلومات، بعد كده نبتدي نحط المدد الزمنيه على مراحل. مرحله هتكون مرحله عشوائيه، هننزل المحافظه هناخد عينه عشوائيه من المكان ده. كمان احنا مش هنطلب من الموظف ان هو تعالى لي بقى بكره عشان احنا هنعمل لك تحليل، لا انت خليك مكانك وانا جاي زي الفل خالص، وانا بكره يعني هكون نازل عندك. طيب دكتور نبيل، الفتره الزمنيه لبقاء المخدر في الدم هل بتختلف من مخدر لاخر، الحشيش للبانجو، الحشيش للترامادول؟ بتختلف طبعا، بس انا ليا تعليق صغير او اضافه مش تعليق. اتفضل. خلي بالك اللي بيحصل ده اللي بيتقال ده كله اللي احنا بنعمله، ودي حاجه جميله جدا، من 20 سنه وانت طالع السن. يعني موظفين، احنا عايزين نبص للشباب اللي هم لسه ما تعينوش، دي نقطه مهمه جدا صح، ودي مش عايزين نغفلها، هي حاليا مغفله صحيح. لكن ليه بقى بقول لك، انا من شغلي ملاحظ ان السن قل والبنات زادت. لا معلش تاني، السن من شغلي ملاحظ صح، إن سن التعاطي المخدرات قل. لا السن الصغير زياده نسبه البنات اللي بتتعاطى، ده نمره واحد. نمره اتنين، البنات عددهم زاد عن قبل كده. الكلام ده صحيح، دول ملاحظتين في منتهى الخطوره طبعا، في منتهى الخطوره صحيح، واكيد هم ياكدوا لي زي ياكدوا على كلامي. في المسح القومي لصندوق الادمان فعلا يا دكتور، المسح ده كنا عاملينه سنه 2014 اكد ان نسب التعاطي بين الاناث وصلت 27%. طيب وانا في حملاتي برضه نسبه الاناث بقت اعلى من نسبه طيب شوف حضرتك اللي انا بقوله لك بقى من ارض الواقع. ايوه بعيد عن الاحصائيات الافاضل اللي عملوها، فدي نقطه في منتهى الاهميه والخطوره. اذا انا لازم اهتم بالشباب الصغيرين، ولما اقول الصغيرين بتكلم من اعدادي لغايه ما اطلعهم من الجامعه صحيح. دول شريحه مش داخله في المسح خالص، مش داخله في الخريطه. ابتدت الجامعه تعمل، جامعه القاهره ابتدت تعمل، يقول لك اللي يجي يسكن في المدينه بعمل له تحليل. مظبوط، ده بيحصل فعلا، بنعمل بعد ما سكن في مستشفياتنا. طب بعد ما سكن في المدينه هتعمل ايه؟ ما انا عارف ان انا رايح اقدم في المدينه وعارف ان انا هتعمل لي اختبار، يبقى في كشف مفاجئ. يا فندم بص، عشان نحلها بسهوله، تحليل الشعر لازم يبقى ستاندرد، وانا ما اقدر اعمله عشوائي كل ست شهور مره. الواد لو عرف يخبي 3 شهور الواد عدى ده كويس خلاص. عشان كده بسال عن الفتره الزمنيه لبقاء المخدر. طيب بص، لما نيجي نتكلم على تحليل المخدرات، الحشيش والبانجو والعيله دي كلها بتستخبى في الجسم في الدهون، وبالتالي يمكن اكتشافها في التحاليل لغايه من 6 إلى 8 أسابيع بغض النظر عن نوعيه التحليل هيستخدم ايه. لو جينا بصينا للهيروين والافيون والبرشام والادويه اللي بتتاخد، ممكن من اسبوع ل10 ايام اقدر اجيبها في البول. في الدم تقدر تجيبها في خلال يوم او يومين حسب الجهاز اللي انت بتستخدمه، ممكن توصل 4 ايام في الجهاز اللي انت بتستخدمه حسب الحساسيه بتاعته. الخمور لغايه 48 ساعه، من 24 ل 48 ساعه في النفس. الشعر ما يعرفش يلعب فيه خالص 3 شهور. لا افرض افرض واحده شعرها طوله 10 سم، هعرف 10 اشهر اللي فاتوا تاريخها ايه؟ فعلا. ايوه يا فندم، كل سنتي بشهر، كل سنتي يمثل شهر من عمرك. اول سنتي جنب فروه الراس يمثل الشهر اللي فات. فانا لو خدت شعرها طول 10 سنتي هعرف لك، هكتب لك تاريخها في ال 10 سنتي. الستات وضعهم اصعب ده كده خلاص، مش كده؟ بس وضعهم اصعب. لا انا اقول لحضرتك يعني ليه واحد هيتم ضبطهم، يعني هيتم ضبطهم. لا اي واحد، اي واحد ناوي يتجوز لازم اعمل لها تحليل شعر. لا هي الفكره، بص اقول لحضرتك الفكره مهمه في ايه، مش عشان الجواز، فكره مهمه ان انا اصل بص انت بتتعامل مع ناس في منتهى الذكاء وبيتحايل، احنا عاملين زي القط والفار بالظبط، هو بيتحايل علشان يهرب من الموضوع واحنا بنتحايل عشان ننقذه وننقذ اللي هو شايلهم على كتفه. فلازم الدوله تاخد هذا الموضوع وتعمله ستاندرد، ويبقى بدل ما هيعملوا حاجات عشوائيه ويخش ويعمل تحاليل بول، على فكره تحاليل بول ده متعب جدا، لان ممكن واحد بياخد بول واحد تاني معاه، ممكن واحد يحط انتوا عندكم. لا في اماكن الدكتوره دي عايز اسال يمكن عندك. لا في رحله العينه، رحله العينه انا عندي صعبه قوي. لا رحله العينه من اول ما يعني بتتاخد من ما ده بيعتمد على المكان. عشان كده هم عندهم الحملات الستاندر اللي انا مسؤول عنها يا فندم. اتفضلي. في اماكن بقى وحضرتك تعلمي ذلك. لا في المعامل الخارجيه انا غير مسؤوله عنها، بتكلم على حملاتي الحمد لله. اولا الفريق اللي طالع بيبقى فريق كله تراستبل نمبر 1، ثقه الاول، مضمون ثقه ومدرب وعارف بيعمل ايه. اول حاجه النجاح العمليه زي ما قلنا عشان لا يتم التلاعب او تجهيزها السريه،
تمام. تاني حاجه احنا اول ما بندخل المكان المفروض المكان بيغلق الباب الرئيسي عشان ما حدش يتسرب يروح ياخد حاجه ويجي. دي من ضمن الرولز اللي بتتعمل لاي مكان. تاني حاجه بقى بناخد الكاب وبيتحط عليه النمبر وبالتأييد ده مالناش دعوه بده، بيبقى في حد معاه حتى نضمن عدم تلاعبه، زائد ان احنا فنيا زي ما الدكتور قال انا بقدر اعرف لو عينه تم التلاعب بيها او لا. طب الفريق بيكون مكون من مين؟ الفريق بيبقى مكون من ممرض مدرب مع التعامل مع بيبقى اساسا يعني عارف ازاي ياخد عينه من مواطن لكشف المواد المخدره. تمام. وبيبقى فني او كيميائي او طبيب من المعمل. تمام. يعني اثنين شخصين. شخصين ده الفريق، انت ممكن المكان يبقى فيه اكتر من فريق. بس بيضاف عليه بقى يا فندم في لسه بقى اللي هو مندوب، بيضاف عليه بقى صندوق الادمان، صندوق الادمان، وكمان للجهه اللي احنا رايحين مثلا زي وزاره الف او وزاره ب بيبقى موجود معنا، اصبح ان ده بقت لجنه مشكله. كمان بيضاف عليهم كمان الجهات الشرطيه بتبقى موجوده معانا، ده لو سويتي الحافلات بيبقى على طول ساعه طبعا اداره العامه للمرور موجودين معانا وهكذا. طيب خلونا نشوف بس احنا كده سالنا عينه عشوائيه في الشارع عن قرار الحكومه بشأن التفتيش المفاجئ عن متعاطي المخدرات، نشوف الناس قالت ايه. دي احسن فكره، كفايه، مفروض مش اللي جاي بيتطوح، ده حتى عيب. المفروض ان احنا نطبق القرار ده على اي حد بيتعاطى مخدرات يتفصل من شغله على طول. هو طبعا قرار كويس جدا ان هو استكمال للقرار بتاع 100 مليون صحه بتاع الرئيس دوت، دي حاجه كويسه جدا. بالنسبه للمخدرات ما اعتقدش ان هو كويس للموظفين، اعتقد ان هو كويس للطبقه بتاعت السواقين والكلام من دوت. مفيش موظف بياخد مخدرات. لا هيأثر كتير جدا، المفروض يتعمل كمان في اي وظيفه، حد يخش يتوظف جديد لازم يتعمل له عمليه الفحص ده. اي واحد بيشتغله يبقى فحص دوري كل 6 اشهر. مش مره واحده في السنه وخلاص. والله خير لكل الناس، لان الناس تبقى فايقه ومنتبهه لحالها وتنجز في اعمالها، ويا ريت يكون زي اللجان لاثناء الشرطه ما بنعدي عليها سواء ليلين او يكون في لجان في الشوارع على البني ادمين كمان عشان نفوق من كل الاحداث اللي احنا بنتعرض لها. يا ريت، لان احنا تعبانين من الموضوع ده اصلا، لان اللي بيشربوا بقوا كتير قوي. فهيبقى افضل، وبعدين اللي انا سمعت ان هيبقى في فصل كمان. أنا مبقاش راكب عربية ميكروباص مثلا وفيها واحد بياخد مخدرات وبياخد برشام وبتاع، وأنا حياتي تبقى هدر معاه يعني. أنا في القصر العيني يعني بقول إن ده مهم جدا عشان خاطر تعامل العيانين. طبعا لو في ناس بتاخد مخدرات ولا كده ديت يعني هتعدل من مستوى الدنيا. طبعا ولو كده يا إما يتعالجوا يا إما يسيبوا مكانهم بقى لحد أصلح. قرار حكيم وكان يجب إن يتفعل من زمان. منع لحوادث كتير حصلت وكوارث كتير حصلت. كان فين القرار ده من زمان؟ والله هي حاجه مهمه للمجتمع ان الحكومه تبادر بالحاجات دي زي دي، حتى تنبه الناس توعيهم من مخاطر المخدرات واثرها على الاقتصاد واثرها على الحياه الاجتماعيه للمجتمع. هيأثر اثر ايجابي على المجتمع يعني، هيبقى اثر حلو يعني على المجتمع، هتقل نسبه الحوادث. ان النهارده الموظف لما ياخد جرعه مخدرات يجي واحد زي حالاته ولا زي حالتك ولا اي حد يجي يقول له اعمل لي ورقه ولا اي حاجه، يبقى واقف قدامه ازاي؟ واقف يعمل كده ولا كده؟ حرام. احسن حاجه. يمكن فيه اجماع 100% على مسألة التفتيش المفاجئ لتعاطي المخدرات من قبل الجهاز الإداري للدولة، الموظفين، وشفنا الناس بتقول ايه في الشارع. لكن يمكن انا استوقفني احدى السيدات بتقول انه اللي بيشربوا بقوا كتير قوي، عشان كده انا عايز اخد السؤال ده للدكتور نبيل. نسب تعاطي المخدرات في العالم قد ايه؟ في محيطنا قد ايه؟ في بلدنا في مصر قد ايه؟ بص، هو احسن من واحد يجاوب عليها الدكتور ابراهيم على الحاجات دي النسب، لان هم عندهم نسب محسوبه. لكن عايز اقول لك النسب اللي عندهم دي غير مطابقه للواقع، اقل من الواقع. الواقع اكتر بنكتفي بها يا دكتور نبيل. طب ده مورزن انف، حضرتك لو سمعت النسب هتقول مورزن انف كده يعني. لا لا انا عايز اقول لا معلش انا فاهم. النسب بيقول عليها عاليه بس برضه غير مطابقه، لان احنا المرض ده عندنا مرض غير مقبول اجتماعيا، فمحدش بيبلغ. ايوه بالظبط. فانا عندي أسر مصابة لكن مش هتروح تبلغ، هم عندهم الإحصائيات الرسمية، فاخد بال حضرتك، غير لما يكون مرض مثلا فيروس سي ولا حاجة تانية، فنسبة خطيرة اللي هو هيقول لك عليها دلوقتي. لكن أنا عايز أقول لحضرتك إن أنا نفسي وأتمنى حاجتين من البرنامج بتاع حضرتك، وده يبقى نداء ورسالة إن شاء الله. الحاجة الأولانية
اعتماد استخدام تحليل الشعر كروتين وروتين على مدى كل 6 شهور للناس، ولا ده بقى لا محتاج عشوائي ولا مش عشوائي، هيريحنا كلنا، هيريحكم كلكم، وهيخلي الناس قاعده اللي بياخد خايف. خلي بالك الحاجه الثانيه، اتمنى ان الدوله تتبنى حمله قوميه، ما بيعملوا لكن حمله قوميه مع الشباب والجامعات، وكلنا نتعاون فيها مع بعض. انا يا فندم بروح، بس ده مجهود شخصي بعمله، بروح للجامعات وبروح للمدارس وبروح لوحدي. الناس لا تتخيل، عايزه تسمع، وهم اكيد عارفين الكلام ده. الناس عطشانه انها تسمع معلومات علشان الاهالي يعرفوا، ويقول لك يا نهار ابيض انا ما كنتش اعرف ده، انا لقيت ليمونه في الدرج بتاع ابني ما كنتش اعرف دي بتاعت ايه ده. انا يعني الناس عايزه تعرف، فثقافه المخدرات دي مهمه ان احنا نعرفها لهم علشان نحمي اولادنا، لان هم دول المستقبل بتاع البلد دي. تمام، حضرتك كنت عايزه تضيفي حاجه؟ احنا كمان احنا في الامانه العمل الصحه النفسيه، اداره علاج الادمان واداره الاعلام بتقوم بالتوعيه جدا جدا في كل الاقاليم، في الصعيد وفي يعني في كل الاقاليم في جمهوريه مصر العربيه بيقوموا فعلا بهذا، يعني ان هم بالتوعيه وكل ده. وبرضه اعتقد الصندوق نفس القصه، فكده الامانه بتقوم بهذا الدور الحمد لله، والصندوق بيقوم بهذا الدور. وعايزين الجمعيات عايزين الجمعيات الاهليه تشتغل معاكم كمان، هو بقى لما تتضافر جميع الجهود بقى طبعا هتزيد. عايزين كل اجهزه الدوله تساعدكم، لان انتوا لوحديكم محتاجين ناس كمان تشتغل. وده نداء بقى ان حد يبرع لنا ويتبرع يا فندم بجهاز عشان نعمل التحليل في ايوه ده الحاجات دي مهمه جدا، لان انتوا مجهودكم قوي جدا ودوركم حيوي جدا، بس طيب. لازم تكاتف جميع الاجهزه. هو الدليل على كده ان سائقي الحافلات اللي اشتغلنا 2014 النسبه بتقل. طيب من يومين كده كان فيه تصريح للدكتوره غاده والي وزير التضامن الاجتماعي بتقول انه 250 موظف يتعاطون المخدرات بعد الكشف على 8282 موظف في 8 وزارات. 250 نسبه قليله من 8000، مش كده ولا كثيره؟ انا بس حابب اقول حاجه يا فندم، يعني تعقيبا على اساتذه الافاضل، ان احنا عندنا في الحملات التوعيه ديت احنا لنا باع طويل قوي. في البدايه طبعا احنا عملنا المسح القومي لصندوق مكافحه الادمان بالتعاون مع المركز القومي للحسن الاجتماعي والجنائي، واسفر عن ان نسب او حجم التعاطي في مصر وصل 10.4، وده ضعف المعدل العالمي في اي دوله. أيوة. ودي كانت الخطوره بقى، فاصبح ان احنا عندنا هنا في مصر مشكله تعاطي وليس مشكله ادمان. وبالتالي بتقودنا الامر فيما بعد ان نسب الادمان هتزيد في المستقبل وهكذا. زي ما تفضل الدكتور، فعلا احنا كنا بنواجه صعوبه عشان ناخد الـ 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 الارقام اللي احنا اطلقناها واشتغلنا عليها، ولكن في النهايه احنا وصلنا لهذه الرقم وهذا الدرجه. عاوز اقول حاجه، المسوح دي بتتعمل كل 4 سنين، فاحنا حاليا احنا بنعد الاستماره النهائيه عشان نطلق المسح مره ثانيه في عام 2019، عشان نبتدي نقارن، نبتدي نشوف ايه المتغيرات الجديده اللي دخلت، نشوف التحولات اللي ظهرت على الظاهره، الاسماء الجديده، وبعد كده نبتدي نشتغل. على اثر النتائج اللي احنا تقدمنا بيها في 2014 اطلقنا استراتيجيه وطنيه لمكافحه الادمان برئاسه الدكتوره غاده والي وعضويه 11 وزاره كانوا مشاركين معنا في هذه الاستراتيجيه، وزاره القوى العامله، الاوقاف، التربيه والتعليم، الشباب والرياضه، كل الجهات المسؤوله اللي معنيه بالعمل مع الفئات كانوا ممثلين في هذه الاستراتيجيه. الحقيقه ان احنا اسفرت النتائج بتاعتنا في نهايه 2018، وان احنا حققنا نجاحات كبيره جدا في عمليه الوقايه. هدي حضرتك مثال صغير قوي. احنا دايما بنعتمد في المبادرات الجديده اللي بنشتغل عليها على عقول الشباب. احنا عندنا 27000 متطوع، طب ايه المانع ان احنا نقعد معاهم في جلسات مصغره وورش عمل، نقول لهم احنا محتاجين بكره ننزل للسواقين، نعمل ايه؟ تبتدي تلاقي افكار متجدده وافكار مختلفه على ان احنا بنفكر فيه. هدي حضرتك مثال صغير كده، احنا اطلقنا مبادره من حوالي 4-5 شهور ونفذناها من شهرين بالظبط. المبادره دي كان اسمها توصل بالسلامه. ما بتتكلمش عن المخدرات، اللي هو السلوجان بتاعها ما بتتكلمش عن المخدرات. وننزل بها فين؟ قال لك هننزل بها المواقف العموميه على مستوى الجمهوريه. استهدفنا في الحمله الاولى في المرحله الاولى اكثر من 25000 سائق. تم توعيتهم بمشكله ادمان المخدرات وخدوا البروشور اللي هو الخاص اللي بيناسب المهنه بتاعتهم. في الجامعات النهارده يا فندم وانا بكلم حضرتك، البيان قدامي، واحنا دخلنا 60 جامعه حكوميه وخاصه ومعهد عالي وخاص.
عشان برضو نواجه الطلب بتاع طلاب الجامعات. زي ما استهدفنا في الترم ده اكتر من 50,000 طالب. بس المهم الحملات دي تستمر ما تبقاش مستمرة. يعني هوجة وخلاص. لا لا لا, 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 لا احنا استمرار معانا طول السنة. وخلي بال حضرتك على مستوى الجمهورية. أيوه. يعني انا بطلق الحملة من القاهرة بتوصل أسوان تاني يوم. ممتاز. يعني ما هو 60 جامعة. طب حضرتك كنت عايز نحط على الشاشة الخط الساخن. ده بقى المحور بقى المهم اللي برضو احنا بنشتغل عليه اللي هو العلاج. احنا عندنا الخط الساخن لعلاج الإدمان بنقدم من خلاله العلاج لكل من وقع في المشكلة ديت بالمجان وفي سرية تام. كمان الخط بيحمل تقديم لطلب العلاج. نقول طيب المشهورة 16023 16023 ده رقم الخط الساخن لعلاج الادمان بالمجان. بيقدم من خلاله المشوره، بنقدم من خلاله العلاج، بنقدم من خلاله خدمه الابلاغ عن لو في حد متعاطي المواد المخدره بيروج للمواد المخدره. في تاجر موجود يقدر ان هو كمان يبلغنا، واحنا بنطلع التقارير دي على طول للاداره العامه. كمان احنا النهارده بقى عندنا 22 مركز علاجي على مستوى 13 محافظة، ان شاء الله يضاف اليهم 4 مراكز علاجية في عام 2019. نعم. ان شاء الله في 2022 هنكون طيب. استكملنا على مستوى المحافظات كلها. طيب انا عايز اروح للدكتور نبيل. ودكتور نبيل، يمكن في الفترة الاخيرة كان يعني الكلام عن الاستروكس كلام كتر قوي عن الاستروكس، وطبعا زمان كنا بس يعني نسمع بالحشيش بالافيون ترامادول. الاستروكس عبارة عن بص حضرتك، الاستروكس ما فيش حاجة اسمها مادة استروكس. اه خليط ده مسمى اطلق عليه كلمة استروكس. انا عايز اقول حاجة اضيف برضو اضافة ان الثقافة دي مهمة جدا بتاعت المخدرات. انا هحكي لك حاجة صغيرة قوي قبل ما اقول لك على الاستروكس. في بنت جت فبتقول انا بتشتكي انها بتتعاطى وبتاع، فالمهم بتتعاطى هيروين. فبقول لها، وبنت ناس جدا وفي جامعة كويسة قوي، قالت ما باخدش هيروين انا باخد بيسا. اللي قدمها لها ما قالهاش هيروين، قال لها ما اصل انا ماجي اقول لك تعالى اديك هيروين انت هتكش. لكن لما اقول لك ده بيسا ودي زي السجاير وهتلاقي دخان ويولع لها وتشم الدخان، بيدي لها جو تقدر ترتاح فيه انها تاخده. بعد كده خلاص هي وقعت وركبت الزحليقه. فعشان كده بقول الثقافه مهمه جدا في التوعيه للناس. انا يهمني الناس ما تقعش، مش هستنى لما يقعوا بعدين ابتدي. يعني يهمني جدا التوعيه في الاول. نيجي بقى للستروكس حضرتك بتتكلم عليه. الستروكس دي مسمى اطلق على وضع مواد كيماويه على اعشاب، وعاده بيستخدموا البردقوش في هذا العشب. فما بياخد العشب دوت ويرش عليه مواد كيماويه. خلي بالك احنا عندنا فوق ال 250 ل 300 ماده كيماويه. لو انت رشيتها عليه ونشفت هذا العشب ولفيته في ورق سجاير وشربه، هيأثر على الجهاز العصبي تأثير مباشر وهيفقد السيطرة على نفسه تماما، بيبقى تايه. واخد حضرتك؟ طيب جت الدولة وحطت حوالي 11 وبعدين اعتقد بقى 16 دلوقتي مادة كيميائية قصدي اتحطت تحت جوه الجدول. احنا عندنا 250 ل 300 مادة. المادة عشان بتتحط بتاخد سنة ونص طبقا للبروتوكولات. لها نظام معين. طب سنة ونص، والتجار انت بتتعامل مع ناس فئة عارفه بتعمل ايه. انت حطيت 16 واحده، بلاها ال 16 دول هشتغل على الباقي. ليه بيعمل كده؟ لان لما بيجي بيبيع، لما يجي يبيع عارف ان هو هيطلع براءه. لان لما هيتحلل هيتمسك، هيروح القسم، هيطلع النيابه، هيطلع الطب الشرعي، الطب الشرعي هيحلل، تطلع المواد هيقارنها بالجدول بتاع المخدرات، هيلاقيها مش موجوده بره براءه زي التلج كده. يبقى هو لما بيجي يبيع بيقول له ايه؟ ما اصلا بقول لك من ارض الواقع. بيقول له ايه؟ ما تخافش، خد دي هتخليك مبسوط. يا ابني دي مش مخدرات، يا ابني لو اتمسكت بيها ما فيهاش حاجه، مش هتتحبس. وتشسترو ده حقيقي مش هتحبس. طيب دي ملهاش حل بالطريقه ان احنا نحطها جدول، وفي حاجات منها ما ينفعش تحط جدول. لان لو اتحطت جدول هتمنع ادويه معينه مش عايز اذكرها موجوده في السوق. ما ينفعش تختفي لانها ما بتحطش جدول، لانها مش مخدرات اصلا. لكن طريقه استخدامها هي اللي غلط، فبتؤدي الى هذا التاثير على الجهاز العصبي. عشان كده انا ناديت وقلت اكتر من مره في اكتر من برنامج وكتبتها اكتر من مره، يجب ان يصدر تشريع. هم يعملوها بطريقتهم، بس يصدر تشريع يجرم اي عشب مرشوش باي ماده كيميائيه يثبت
من التحليل في الطب الشرعي ان هذه المادة تؤثر على الجهاز العصبي بغض النظر عن اسمها. عن اسمها بالظبط. اقول حاجه بس بس عشان الوقت بس. طيب انا اقول لحضرتك على حاجه بالفعل. أيوة. التشريع ده صدر ده من حوالي اسبوعين. ممتاز. وتم ادراج دكتور فكر انت الكلمه اللي كنا بنقولها مع بعض، يضبط او يعاقب او من. أيوة. من يحرز او يكون بحوزته احدى الجواهر التخليقيه المؤثره على الحاله النفسيه والعصبيه للشخص او للغير او وبالتالي هنا بس هنا في نقطه تعريف. هنا تعريف كلمه الجواهر. ما هو ده بقى شرحه القانون يا فندم. ده شرحه القانون. ما حضرتك تعريف كلمة الجواهر دي مهمة جدا. بزبور. لأن كلمة الجواهر هتحطك في شريحة معينة. عشان كده احنا بنقول ايه، أي مادة. أصل واحد ممسوك معاه 20 كيس ولا 100 كيس من الصغيرين وعليهم عشب ومرشوش عليه مادة كمان، راح يولعهم بخور في بيته ولا راح يبيعهم؟ راح يبيعهم. طب ما أنا عايز أحمي ولادي. ما هو يا فندم أنا بشوف ناس بيجوا يبكوا. ده أنت لا تتخيل. وبعدين أنت مش هتقدر تعمل له حاجة، لأن خلي بالك ملوش علاج. صحيح. إحنا بنعالج العرض وليس المرض. صحيح. ملوش علاج. لا بس ملوش علاج. شرع انا يعني زي ما انا سمعت اللجنه الثلاثيه ان شاء الله ان هي ماده طبيعيه بس بنسبه معينه زايده هتجرب. بس لسه الماده دي اللجنه الثلاثيه ما قلنا. احنا قلنا المحتوى وهم عليهم ان هم يصوغوا بطريقه قانونيه. ده مش شغلتنا. احنا بنقول من احنا على ارض الواقع وشايفين. صحيح. بنقول المشكله اهي واقترحنا اهو الحل. انتوا بقى يا رجال القانون والتشريع انتوا سووها بالطريقه اللي تحمي ولادنا لان احنا شايفينها. ده صحيح. عموما يعني زي ما بيقول المثل، يعني مشوار الالف ميل بيبدا بخطوه واحده. واعتقد انه الدوله والحكومه بدات هذه الخطوه وبداتها من زمان، لكن تفعيل هذه الخطوه وانتظار ثمارها باذن الله يعني هيكون في المستقبل القريب. للاسف وقتنا انتهى. بشكركم شكرا جزيلا. شكراً. دكتور نبيل عبد المقصود استاذ السموم والمخدرات بكليه طب قصر العيني. أهلاً. الدكتوره ريم الساعي مدير اداره المعامل بالامانه العامه للصحه النفسيه وعلاج الادمان. دكتور ابراهيم عسكر مدير البرامج الوقائيه بصندوق مكافحه الادمان. شكرا جزيلا لحضراتكم. شكراً. شرفتونا ونورتونا. بعد الفاصل أقدم صور ممكن نشوفها في مصر وربما في أفريقيا والشرق الأوسط، ماذا تقول هذه الصور؟ فقرة مميزة بعد الفصل. مرحبا بحضراتكم في اخر فقرات حلقتنا النهارده من راي عام. من يومين واحنا بنحتفل بذكرى ثوره 19 حسينا ان الصور المتاحه لهذه الثوره العظيمه يكاد يعد على اصابع اليد الواحده، وده اللي خلانا نفكر هل دي بس الصور الموجوده لهذه الثوره؟ وبعيدا عن ثورة 19 يا ترى تاريخ الصور الفوتوغرافية في مصر عامل ازاي؟ وامتى بدأ؟ وايه اللي يعني اخذ الصورة الفوتوغرافية في مصر؟ مين اول واحد صور صورة فوتوغرافية في مصر وخلاها مهمة؟ يعني ما احتجناش ندور كتير لاننا احنا اكتشفنا ان دار الهلال هذه المؤسسة العريقة الصحفية الكبيرة عملت من سنة تقريبا موسوعة فوتوغرافيا مصر، الموسوعة اللي اعتقد انها ما اخدتش حقها من الاحتفاء ومن التقدير، رغم ان الموسوعة بما فيها محتاج حلقات وحلقات، لكن يعني دورنا النهاردة ان احنا نسلط الضوء على هذه الموسوعة الرائعة. خلوني أرحب بضيفي الكريم الأستاذ عادل سعد الكاتب الصحفي ومدير مركز التراث بمؤسسة دار الهلال. أهلا بحضرتك يا أستاذ عادل. أهلا وسهلا. الله يخليك. يعني قبل ما طبعا نبدأ ونتكلم عن الموسوعة العظيمة دي لازم نتكلم عن دار الهلال. دار الهلال كام دلوقتي؟ 125 سنة ولا 126 سنة؟ 126. 126 سنة. إيه اللي أسهمت في دار الهلال في الوسط الثقافي والاجتماعي المصري في عجالة كده؟ دار الهلال أسهمت كتير. دار الهلال 126 سنة من الثقافة والتنوير، من الكتب ومن الروايات ومن المناقشات الجادة. دار الهلال لها فضل كبير ليس فقط على دار الهلال وعلى مصر، لكن على المنطقة العربية بالكامل. يعني أنا عندي مشاهدات لهذا. يعني أنا
انا في مره كنت في سلطنه عمان وتقابلت مع رئيس مجلس الشورى وكنا معزومين عنده في البيت، فكان معايا عدد من الزملاء الصحفيين، فكل واحد بدا يعرف نفسه يقول له انا من جريده كذا، فانا ما جد قلت له انا من دار الهلال، فاتسحبت من لساني وقلت له حضرتك تعرف دار الهلال؟ فالراجل كانه ضربته في حاجه في قلبه يعني، قام وقعد يبص لي بحذر، وبعدين قام قال لي انا عايزك، سحبني من ايدي ورحت دخلت لقيته عامل قاعه كامله كلها مجلة الهلال من سنة 1892 لغاية سنة 1990، وقال لي انت ما تعرفش الهلال دي ايه، دي احنا تربينا عليها، احنا كنا بنستنى السفينة ترميها لنا قبل ما يكون عندنا مينا علشان نعرف المناقشات والاخبار والحياة السياسية والحياة الثقافية. دار الهلال لها دور حاجة عظيم، ارجو ان يستمر حاجة عظيمة، وارجو ان نحافظ عليه كثيرا يعني. طيب نيجي لفوتوغرافيا مصر، قصة هذه الموسوعة. والله الموسوعة دي احنا كنا بنحتفل بمرور 125 سنة على دار الهلال، وعملنا فكرة لطيفة جدا جدا. العالم عرف الفوتوغرافيا في بالتحديد في سنة 1839. في هذا الزمن السحيق اخترعوا حاجة اسمها طبعة داجيرو. داجيرو ده فرنسي، وكانت الطبعة دي حاجة بدائية جدا، يعني بتطلع صورة حتى من غير نيجاتيف، لكن الاختراع هذا الاختراع المذهل ادهش العالم بطريقه غير عاديه. هو داجيرو اللي بيتكلم عنه، ده داجيرو، ودي كل الهيصه اللي معاه دي الطبعه بتاعته، يعني حاجه كده عايزه خمسه يشيلوها. ايوه داجيرو ده لما دشن هذا الاختراع في باريس وقفله عالم من علماء المصريات منبهر باللي حصل، وقال له اهم اهداف هذا الاختراع العظيم انه يصور حضاره مصر العظيمه. العالم ما كانش مصدق ان هو هيقدر يحبس الضوء جوه الاوضه الضلمه زي ما بيقولوا، لكن ده تحقق بالفعل في طبعه الدجيرو اللي احنا شايفينها دي، والراجل الفرنسي ده نجح في انه يعمل هذه التجربه لاول مره. بعدها باسبوعين نزلوا مصر للوالي محمد علي يستاذنوه في التصوير، يصوروا في مصر، يصوروا في مصر. فقال لهم طب صوروا لي القصر ده. فصوروا له دي صوره، صوروا له في الاول قصر الحريم. دي اول صوره في افريقيا، اول لقطه تتفتح في افريقيا. على فكره مصر عرفت التصوير قبل امريكا مثلا، يعني وقبل دول اوروبيه كتير. دي صوره قصر راس التين بتاع الحريم بتاع محمد علي. فبعد كده قال لهم طب صوروني انا. فصوروا محمد علي باشا الصوره دي، وعلشان يرضوه لونوه بعد كده كبروها له وصوروها له تاني. اللي هي دي. ودي على فكرة الصورة الوحيدة اللي محمد علي بيبان فيها شكله ضعيف. كان فاضله 10 سنين ويموت. محمد علي باشا لما شاف اللقطة دي قال يبدو ان داخل هذه الآلة شيطان. وسمح لهم يصوروا مصر. لما بدأوا يصوروا مصر من 1839 لغاية 1900 تقريبا، ما كانش فيه مصور فوتوغرافيا مصري واحد، كانوا كلهم أجانب. من بولندا ومن فرنسا ومن امريكا ومن انجلترا ومن روسيا. احنا قررنا واحنا بنحتفل ب 125 سنه على دار الهلال ان احنا نجمع كل هذه الالبومات من الخارج ونزود بيها هذه الموسوعه العظيمه اللي بتحكي جوانب مهمه جدا من تاريخ مصر. وعلى فكره جوانب ربما كثير مننا ما يعرفهاش. يعني على سبيل المثال في هذه الموسوعه انا في صور لما شفتها بكيت، لان احنا مثلا ما عندناش فكره عن الكتيبه المصريه اللي حاربت 48 ما بين الحرب العالميه الاولى والثانيه. ده بريطانيا. احنا كلنا نتقالنا ان ثوره 19 دي المغفور له الاستاذ حسن الامام سعد يحيى سعد وشويه بنات من المدرسه السنيه طالعين يهتفوا، او يتهيأ لنا ان المساله انه النفي والوفد اللي سافر وحاجات زي كده. لا، هناك جذور اقدم من كده بكثير. بريطانيا احتلت مصر في 1882 وحرصت على اظهار كل مظاهر العنف. يعني مثلا احنا في هذه الموسوعه جايبين صور احتلال اسكندريه. بريطانيا بعد ما احتلت اسكندريه في 1882 حرصت على تدميرها. يعني كانت الناس سلمت وخرجت من المدينه. دي صور الدمار اللي عملتها بريطانيا، ده مثلا ده قصر زيزينيا. دي صور الدمار اللي عملتها بريطانيا في اسكندريه اظهارا للبطش والقوه.
شوف 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 شكل اسكندريه عامله ازاي. شوف الشوارع وشوف ده بعد الناس ما مشيت المدافع دمروها. البريطانيه دمرتها، قعدت تشتغل تدمير في اسكندريه علشان دي في المجموعه مجموعه ايه في هنا في المجموعه هنا في احتلال مصر، حاجه اسمها احتلال مصر. احتلال مصر وطبعا الجثث اللي في التل الكبير والقبض على العرابي وما الى ذلك يعني. مصر لما قبل ثورة 19 بشوية كان فات عليها تقريبا حوالي 27 سنة تحت وطأة هذا الاحتلال البغيض، وبريطانيا زودت النبرة شوية بأنها أدخلت مصر معها في الحروب وأجبرت مصر أنها تدفع لها 3 مليون جنيه سليني بحجة أنها كانت بتدافع عنها ومش كده، وأعلنت الأحكام العرفية ورقبة البريد والتلغراف والصحف. لكن الأخطر من ده كله موضوع كتيبة المصريين دول. بريطانيا خطفت مليون مصري، اللي هم دول اللي في الصور قدامنا. مليون مصري أيامها السكان كانوا حوالي 16 مليون. لو كل واحد من دول عنده زوجة وطفلين يبقوا دول ربع السكان. المليون مصري دول اللي هم خطفتهم السلطة، اللي كان بيتغنى لهم يا عزيز عيني وأنا بدي أروح بلدي. بلدي يا بلدي والسلطة خدت ولدي. دول بقى خدتهم بريطانيا بتشغلهم بالصخرة في كل المستعمرات بتاعتها. يعملوا سكك حديد ويبنوا مستشفيات وبيشتغلوا في وسط الحرب بدون سلاح. شوف حضرتك الصورة دي، دول شايلين مستشفى. شايلين مستشفى متنقل طبعا، وعاشوا في ظروف رهيبة جدا. رجع من هؤلاء الناس 40,000 بس من المليون. فحدث تزمر هاي 40,000 من مليون، من مليون واحد، ولم تعرف جثثهم فين. ودول اللي غنى لهم سيد درويش سلمى يا سلامة رحنا وجينا بالسلامة. الصور دي على فكرة التقطت بالصدفة، لأنه بريطانيا كانت بتدعي أنهم مبسوطين وأنهم عايشين في رغد وسعداء بالحياة، بينما هم بيتبهدلوا وبيموتوا. وبيموتوا. اللي صور الصور دي عدد من الضباط الأستراليين اللي ماشيين مع الجيش الإنجليزي. فسربوا هذه الصور عن أحوال المصريين في الجيش البريطاني. دي الجذور الحقيقيه لثوره 19. ولذلك ثوره 19 انفجرت كولاده طبيعيه. شوف شكل الناس عامل ازاي. كولاده طبيعيه، ليست المساله بس نفي سعد. طب دي صور مطبوعه بس ولا دي صور فوتوغرافيا؟ صور فوتوغرافيا مش صور فوتوغرافيا حقيقيه حقيقيه، واحنا حرصنا نجيبها. ده مثلا الجنرال الليمبي قائد قوات الحلفاء اثناء الحرب العالميه الاولى. ده في القدس. وطبعا كان معاه جزء من الكتيبه المصريه دي في القدس. بس في نيجاتيف في دار الهلال لصور معينه مثلا؟ احنا دار الهلال بدات سنه 1892. يعني معنى كده ان احنا الموسوعه دي بتنتهي واحنا نبدا بعدها بسنتين. وعلى فكره حتى التصوير في التصوير الفوتوغرافي ما دخلش كجزء من الطباعه الا بعد 1892 ب10 سنين تاني، لان ما كانش في تقنيه تسمح بتحويل الصور الى مطبوع. معنى كده ان الصور دي كلها قبل ظهور دار الهلال. والصور دي كلها جايه من خارج مصر. الصور اللي احنا نشرينها دي من خارج مصر. لكن احنا في الموسوعه دي، لان دار الهلال دي شيء مهم جدا برضو في الفوتوغرافيا، زودناها في الاخر بموسوعه اسمها البوم دار الهلال. عن صور نادره من دار الهلال. زودناها علشان نفرق. في المقدمه بتقول انه هذا الالبوم يفوق كل البومات العالم. يعني طبعا ازاي احنا عن مصر يعني انا قصدي عن مصر. اولا ما حدش عنده هذا التجميع بالكامل. ما حدش عنده هذا التناول من كافه النواحي. يعني مثلا وفي حاجات حصلت معانا بالصدفه. يعني احنا مثلا عندنا صور مثلا لمريت باشا اللي هو كان اللي اسس المتحف المصري. قبل المتحف المصري عمل حاجة اسمها متحف بولاق. وهو كان أول شخص يقرر أنه يدي للآثار المصرية أرقام علشان يحافظ عليها، وعشان لو اتسرقت يطالب بها لاستعادتها. الفيضان جه غرق الـ 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 المتحف بتاع مريت باشا. احنا بقى ناشرين، وعدد كبير جدا من هذه الآثار ضاع. احنا ناشرين آثار مريت باشا بالكامل. عندنا مثلا صور نادرة جدا هنا الناس ما تصدقش انها موجوده برضه. عن قناه السويس. دي صور عن قناه السويس. السويس اوكي. دي صور قناه السويس، ده الاحتفال بافتتاح قناه السويس. يعني مين يصدق ان احنا عندنا صور فوتوغرافيه للحفل بتاع
حفر قناة السويس. الناس لما بتتفرج على قناة السويس بتجيب صور رسم، يعني صور محمود سعيد، صور فنانين، انما احنا عندنا صور فوتوغرافيا، فوتوغرافيا لحفر قناة السويس، وعندنا صور للصخرة في القناة. فدي دي 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 السفن وهي بتعبر القناة بتحتفل بالافتتاح. انما في صورة تانية، في صورتين ثلاثة تانيين للاحتفال نفسه. ودول صورهم واحد ألماني اسمه هامرشيت. بالصدفة هو الوحيد اللي سمح للسفينة بتاعته انها تعدي بالقرب من الاحتفال. فصور ثلاث صور فوتوغرافية نادرين جدا. دي صورة ايه دي؟ دي صور، دي كل دي صور لها علاقة ببدايات حفر قناة السويس. اوكي. دي صورة اعتقد انها دي لا دي درب اسكندرية. من اسكندرية. دي درب اسكندرية. درب اسكندرية. درب اسكندرية. دي درب اسكندرية. اوكي. هقول لحضرتك حاجة ظريفة جدا. في اخر الصورة ناحية الشمال في عربية سودة كده واقفة. اوكي. ده اول استوديو تصوير في مصر. كان عبارة عن عربية سودة وبيجرها بغل. وفي اتنين بيسندوها لما تمشي عشان استوديو متنقل عشان الاحماض ما تتهزش. ما تتهزش. والراجل اللي كان عنده العربيه دي اسمه فريس، كان بريطاني، ونتيجه للتراب اللي في مصر والطبيعه السخنه والحاجات دي اضطر ان هو يطور الاوراق الحساسه والعدسات والحاجات دي. لما رجع بريطانيا اكتشف ان العالم كله مستني هذا التطور، وبقت شركه فريس دي من اكبر شركات العالم في انتاج مستحضرات التصوير. دي ده بقى البوم دار الهلال. دي صوره الامير فاروق مع دي حديثه شويه يعني نسبيا طبعا. دي الحاجات الحديثه اللي بعد كده، انما هي فيها صور نادره. اعتقد الناس تحب تشوفها، لو احنا مشيناها شويه هنشوف صور تاني. ده فاروق برضو. ده على غلاف المصور. ده الامير فاروق لما قرروا ان هو ده الرئيس جمال عبد الناصر وهو بيلقي خطابه الشهير. استنوا شويه يا جماعه، ما تجروش الصور اسكندرية. ده خطاب المنشيه. ماشي اوكي. ده المنشيه مش كده؟ ماشي. اللي بعده. دي صوره جميله جدا. عارف حضرتك اللي على اليمين ده الصغير ده؟ ده البابا شنوده. يا وده والده وده اخوه. هو اللي واقف بالجلابيه ده. ومن تحت وشوف عينيه ما اتغيرتش. يعني نفس النظره بتاعت البابا شنوده. دي صوره مهمه جدا. ده الشيخ الغزالي. راح للاستاذ الكبير نجيب محفوظ. بيعتذر له بعد الاعتداء عليه. واللي جنبه ده محمد عبد القدوس ابن الاستاذ حسن عبد الحسن، ومتجوز بنت الغزالي. ايوه. وكانوا رايحين له البيت يعتذر له عن اللي حصل من عدوان عليه. دي حاجه لذيذه. ده عطر الرحمه. الفنانين اللي أيوة. الفنانين وهم مسافرين. هنشوف هنا فوزي وماجدة اعتقد ومريم فخر الدين بيمصوا قصب وهم رايحين يزوروا المحافظات. ده مصطفى كامل وهو صغير. دي الست منيرة المهدية الفنانة الكبيرة المطربة العظيمة. تياترو؟ لا دي في العوامة بتاعتها. عوامة؟ بتتزغط الوز. أوكي. وطبعا هي كانت بتحب تاكل وز جدا. وكان ايامها ستات التخان. أيوه. بيعتبر من علامات الجمال. صحيح. صحيح. إيه طيب انتوا هذه ده فريد شوقي وقصه حب هدى سلطان. هدى سلطان. هو بيعاكس هدى سلطان، كانوا لسه مخطوبين. اوكي. دي ست هند رستم وبنتها بسنت. بسنت شفناها الاسبوع اللي فات في أيوة. اسوان. ايوه بقت جده دلوقتي في اسوان. بقت جده دلوقتي بسنت. انا وريت الصوره دي لبسنت اتخض. ده في القدس في زياره الزياره الشهيره للرئيس السادات في الاقصى. بالظبط. اتكلم مع احد او مع مصطفى خليل. ومعاه بلديه القدس الناس بتبلد. اسماعيل ياسين وابنه المخرج. ده الشيخ محمد عبده في اسطنبول. مع عدد من اصدقائه. وعلي كمال ده اللي قاعد تحت ده كان صحفي تركي اعدم. عشان كده الصوره دي كانت مهمه يعني. الحقيقه مثلا دي صوره نادره جدا. ده لمين؟ الخديوي اسماعيل بالملابس الافرنجيه. طبعا الناس ما شافتش ابدا. اول مره اشوف الخديوي اسماعيل لابس ملابس. طبعا الخديوي اسماعيل كان يجب يلبس ملابس عثمانيه. طبعا. انما دي الخديوي اسماعيل لما كان طالب في اوروبا. اوكي. عشان كده احنا بنقول احنا فعلا مقدمين موسوعه مختلفه. ده عباس حلمي الثاني. وده كان خديوي وطني.
وده ساهم بشكل كبير في تعضيد مصطفى كامل وفي تأسيس الحزب الوطني. طب انتوا ده الرئيس الجليل سعد زغلول لما نزل السعودية وتقابل مع ولي العهد الأمير سعود، كانت أيامها حصلت خلافات على سعود ابن عبد العزيز، سعود اللي أصبح ملك فيما بعد، سعود اللي أصبح ملك اللي هو بعد كده جه ورا فيصل. هو نزل في ضيافة الأمير سعود وكان في خلافات ساعتها على موضوع المحمل المصري وحاجة زي محمل الكعبة كان تعرض لعدوان يعني. ده الشيخ علي محمود المنشد طبعًا الشهير طبعًا. واحد الأصوات البديعة يعني. ده الرئيس محمد نجيب بيتوضأ. عبد الحكيم عامر. ده عبد الحكيم عامر في اليمن. مع اخوات اليمن. الراجل اللي عامل الشنيون الجميل ده طه حسين. ومعاه ولدين ولد وبنته وسكرتير. ده تخيل ده مين؟ في الهرم شارلي شابلن. وشوفوا سين ازاي؟ زي القمر. زي القمر. دي في زيارته لمصر. دي صورة نادرة جدا. ده مين ده؟ ده اللي في النص ده فيصل ابن الشريف حسين. الأردن ولا العراق؟ هم مسكوا الأردن والعراق وسوريا. وسوريا وبعدين رست المسألة على الأردن بس. إنما ده فيصل، ده فيصل اللي كان في العراق. واللي جنبه ده اللي على الشمال ده لورنس العرب. دي صورة برضو من الصور المهمة النادرة يعني. وده الله يرحمه بقى، ده النقراشي اللي تعرض لاغتيال قاسم من الجماعة الإخوان، جماعة الإخوان الإرهابية، ودول ولاده والده وبنته. دي الست الجميلة بقى بديعة مصابني، والجارية الحبشية بتاعتها بتستف لها شعرها. ده محمد نجيب؟ لا ده اعتقد انه ابو العباس العقاد. لا لا ده ممثل مسرح، اعتقد انه حد من فنانين المسرح. ده حد شهير كان انه بيمضي الشيكات على رجله. عبد العزيز باشا فهمي احد القاده الثلاثه. أيوة في عيد الجهاد. أيوة واللي باسمه طبعا المترو والحاجات. عبد العزيز باشا فهمي كان راجل متواضع جدا جدا. ده زفاف الملك فاروق وفريده. وكانوا صغيرين في السن يعني حاجه 17 سنه. انت مش مديني لي فرصه اسال بيقولوا لي انا مصدر. دي صوره لطيفه جدا. ده الشيخ زكريا احمد قبل ما يموت في البيت عنده بيغني لبناته. اوكي. يعني كان سعيد ان هو رجع لبيته وقعد وسط بناته. طب الصور دي، ده طبعا خالد الاسلامبولي. ايوه. قاتل الرئيس السابق. طب نهدى شويه يا جماعه، صوتي مش واصلكم. الصور دي حصلتم عليها ازاي؟ الصور بتاعه دار الهلال دي بتاعتنا. يعني عندنا نها نيجاتيف ومصورينها المصورين بتوعنا. وعندنا اصولها. الاصول موجوده. اصولها. انما الصور اللي من الاجانب دي بذلنا فيها طرق مختلفه عشان تحصلوا عليها. كل واحد فيهم كان قصة شكل. يعني منهم القصة بتاعت المجموعة الروسية دي. أيوه. بقول لحضرتك عليها انه الاستاذ حسين الشافعي رئيس مركز الثقافة الروسي المصري ده اتصل بيا قال لي عادل ده في اكتشاف مهم حصل. واحد روسي نزل مصر في 1907 وعجبته اسكندرية فكمل للقاهرة، عجبته هي كمان، قعد يصور واشترى صور قديمة. ورجع بعد كده باريس وعاش لغايه 37 وبعدين رجع موسكو ومات. من حوالي سنه ولا سنتين ابنه بالتبني بيدور في الهدوم بتاعته لقى المجموعه المصريه دي حوالي 350 صوره. فقلت له في عرضك ابعت لي الصور بس يكون هاي ريزوليوشن يعني. فبعت لي الصور، صور جميله يعني بتحكي حاله مصر والناس اللي فيها والحياه في مصر وشكلها ازاي. مش كده وبس، هو بعت لي حاجه لطيفه جدا. بعت لي مذكرات البطاركه الروس عن مصر، لانه القياصره كانوا بيبعتوهم يحجوا عنهم بالنيابه. يعني يبعت البطريرك بتاع الكنيسه يحج عن كل المسيحيين، عن الـ عن الـ عن المسيحيين وعن القيصر. القيصر نفسه. فيروح يزور القدس والاماكن المقدسه هناك في فلسطين. وعشان الحجه تبقى مظبوطه يكمل مع اثار العائله المقدسه في مصر. ويرجع يكتب له
مذكرات الرحله عشان يضمن انه راح في كل مكان يعني. فطبعا بعت لنا الكلام ده واحنا نشرنا مع الموسوعه دي جزء من هذه المذكرات، وخصوصا انها يعني لما نتقابلها احنا دلوقتي تبقى مضحكه جدا. هم كاتبين مثلا انه القلعه مثلا بتاعه صلاح الدين دي متهيئ لهم انها ده قصر يوسف. يوسف الصديق. ما يقولوش على يوسف الصديق، بيقولوا يوسف الجميل. ده قصر طبعا. يوسف الجميل. يوسف. وانه بيقولوا ان مصر فيها تعابين بتمشي في الارض على التماسيح وحاجات كده يعني. النظرة دي اللي بعين أول مرة تشوف مصر وبتوصف الناس وبتاع، حرصنا إن احنا نقولها زي ما هي. دي حاجة مثلا من الحاجات اللي يعني ساعدتنا فيها الظروف إن احنا نلاقي صور زي كده. أيضا مجموعة من الصور اللي أنا يعني شفتها دلوقتي بترصد وبتسجل المهن، بعض المهن القديمة يعني. القديمة. الحياة في مصر، الحياة في مصر، الحياة في مصر كانت مختلفة تماما. يعني حتى يمكن تبقى قيمة الموسوعة دي في انك هتشوف ملابس مختلفة، هتشوف مهن مختلفة، هتشوف حياة مختلفة. مش كده بس، يعني احنا هنا جايبين حاجة اسمها عصر، عاملين حاجة اسمها عصر الاستوديو. المصورين الاجانب مش كانوا بس بيصوروا الحرف، كان بعض الحاجات بتحس انها مصنوعة. يعني هو مش نزل صورهم لايف لانه الكاميرا كانت كبيره جدا. فكانوا بيجيبوا ناس يحطوهم في الاستوديو على اساس ويقول له تصور وريني انت بتعمل ايه. فصوروا بقى المنجد وال ده سقى ولا بياع عرق سوس ولا ايه ده. ده 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 زي الشربطلي ده بيبيع حاجه حلوه يعني، ممكن يكون عامل شربات في الشربات او حاجه زي العرق سوس او زي الخروب مثلا. والملابس مختلفه. يعني بعض الصور مثلا تلاحظ فيها انه كان القطن لسه ما تمش اختراعه. شوف ملابس الناس شكلهم عامل ازاي. ده كتان ده مثلا. لا والزي نفسه. احنا مش ممكن مثلا من خلال الصور دي نعمل دراسه اجتماعيه ده يعني عن طبعا عن الحياه. نتمنى ان احنا نكمل. نتمنى ان احنا نكمل. دول بص دي مجموعه من السقايين دول. سقايين وشوف كل واحد فيهم شكله. يعني والملابس شكلها مختلف. والحياه نفسها مختلفه. الناس ماشيه حافيه. وحافيين. حافيين. ده واحد مثلا عربي وعروسته. وطبعا ده ممكن يكون ده من الاغنياء يعني. الحقيقه بنشوف وش تاني لمصر. دي على فكره دي المجموعه الروسيه. دي المجموعه الروسيه ودي لمصورين مختلفين. بالاضافه الى ايفان بابلوين نفسه. وبنشوف فيها حاجات ان الجمالين والحمارين وبنشوف النيل وهو بيمشي جنب الاهرامات. لانه النيل الخديوي اسماعيل غير مجراه خلاه في وسط القاهره. شفت ده مثلا ده جمال. كانت الجمال طبعا في الوقت ده ما كانتش في السيارات. وسيله المواصلات والنقل. وسيله النقل كمان بالظبط، نقل البضائع والحاجات. حياه طبعا. شوف شكل الفلاح، شوف ملابس الفلاح مثلا مختلفه جدا عن الفلاح الحالي. يعني وده النورج. والنورج في نورج بقى، وهتشوف الشادوف وال يعني وسائل الري اللي هي كانت انقرضت دلوقتي. كانت في ايامها طبعا ضروريه جدا وعنصر من عناصر الحياه يعني. دي قريه وشارع في قريه وطريق في قريه. طيب يعني هذه الموسوعه يعني تعتبر خطوه اولى ولا كده احنا خلصنا؟ لا، احنا في دار الهلال طلعنا تقريبا من مركز الهلال للتراث ما يقرب من 26 اصدار. دي احداهم. يعني حضرتك مثلا احنا طلعنا مع الموسوعه دي اصدار تاني اسمه مصر والمصريون في 200 سنه. جميل. ده برضو اصدار في منتهى الخطوره، يعني احنا كنا رصدين الاتي: مصر والمصريين في 200 سنه صور ولا؟ صور وموضوعات. صور وموضوعات. مصر حكمها 16 حاكم. سواء في الحقبة الملكية أو الحقبة الجمهورية. وعملنا نظام بسيط جدا علشان الناس ما تتهش. الحاكم بيظهر وفي العصر بتاعه بيظهر وراه الإنجازات اللي تمت في عصره والشخصيات المهمة اللي تمت ظهرت في عصره. يعني مثلا يظهر محمد علي باشا، فتظهر معاه مذبحة المماليك. ويظهر معاه مثلا حروب الحجاز وحروب المورة، ويظهر معاه إبراهيم باشا، ويظهر عليه بناء الجيش المصري والأسطول. يموت مثلا محمد علي، بيظهر عباس حلمي الاول، فتظهر معاه السكه الحديد فنشوف اول قطر. يموت عباس حلمي الاول، يجي بعده مثلا اسماعيل،
فنبدا نشوف حفر قناه سعيد ولا ايه نشوف مثلا حفر قناه السويس بعد كده مثلا نيجي اسماعيل وهكذا. فمن خلال هذه الموسوعه بقى بنشوف مثلا اول حنفيه واول عربيه واول طياره واول عمود نور وبدايات الاشياء في مصر وتطورها بشكل منهجي. وفي نفس الوقت بنتوقف امام الشخصيات المهمه التي ظهرت في كل عصر من هذه العصور. يعني بنشوف مثلا رفاعه، بنشوف الجبرتي، بنشوف ومع نبذه بسيطه جدا عنه وفي نفس الوقت مركزه يعني. جميل جدا. طيب الموسوعه دي الجميله اللي انا يعني بصراحه منبهر بيها وفعلا بعلن انبهاري بيها بشكل يعني. عارف صوره مين الحلوه دي اللي على الغلاف دي؟ صوره مين بقى؟ دي ست ألمز مرات عبد الحمولي. يا سلام. ودي معاها اتنين من دي واحد الفرقه عزف. الموسيقيه بتاعتها. دي الفرقه الموسيقيه بتاعتها ايامها كانت لسه ألمز الموسيقى ألمز وعبد الحمولي. دي ألمز مرات عبد الحمولي والفرقه الموسيقيه بتاعتها بتغني. ليه اخترتوها دي كغلاف؟ انا حطيتها لان دي قديمه جدا. سنه 1890. يعني دي في عهد الخديوي اسماعيل. وألمز على فكره الحلوه دي ماتت في هذا السن. و يعني 1860. للاسف ده خطا. هي 1890 و90. انا ده خطا مطبعي انا مسؤول عنه يعني. انما هي 1890 وهي صوره موحيه جدا. طب. يعني لما تشوفها هتشوف شكل تاني لملابس الناس وحياتهم. أيوه. وطريقه الاداء دي المفروض انها مطربه مهمه طبعا كمان يعني طبعا. طيب الموسوعه دي اللي انا ماسكها بايدي وتقيله. وانا بحب الورق على فكره، انا من الجيل القديم بحب الورق. يعني الديجيتال طبعا دخل في حياتنا في كل طبعًا حاجه طبعًا. بس هل ممكن هذه الموسوعه يعني تكون في صوره رقميه ديجيتال؟ احنا عندنا هذه الموسوعه في صوره رقميه ديجيتال موجوده. وانا احب اطمن حضرتك في حاجه. احنا من ايام بنقعد نتناقش في الهيئه الوطنيه للصحافه. بنتناقش في حاجه مهمه جدا. الدوله المصريه هتعمل حاجه اسمها المحتوى الوطني. جميل جدا. على بال بس ما اتكلم اقول لهم كلمه بس، هاتوا صور يا جماعه، هاتوا صور والاستاذ عادل بيتكلم. المحتوى الوطني. الدوله هتدشن موقع ضخم جدا زي مكتبة الكونجرس كده. جميل. وهتحط فيه كل الصور النادره من الاماكن اللي فيها صور نادره. مش احنا بس، يعني احنا والاهرام والاخبار والجمهوريه، ومش بس الصحف بس. الاوبرا مثلا والمسرح وهيئه المسرح والسينما. جميل. كل ده هيخش يتحط في هذا المحتوى الوطني. احنا لنا دلوقتي حوالي ما يقرب من شهر، وعلى فكره الكلام ده ماشي بتكليف من الرئيس السيسي. شايف دي العروسه بتاعت زمان. ده التختروان. دي العربيه المرسيدس اللي بتزف العروسه. بتتحط بين جمالين. أيوه. ويشيلوها ومعاها المشطه. اول مره اشوف حاجه زي كده. التختروان. فاحنا بقى انا بحب اطمنك ان احنا حاليا بنجهز معظم الشغل ده ديجيتال عشان نزود بيه هذا المحتوى الرقمي الوطني. ويا رب يا رب يعني يطلع بالمستوى الذي نامله. نعم. انه يتصدر للناس. شايف. نعم. دي فرقه الغوازي في عهد الخديوي اسماعيل. يعني دي الرقاصه الجميله جدا بتاعت زمان. ايوه ايوه. دي الرقاصات في عهد الخديوي اسماعيل. الاذواق كانت مختلفه شويه. كل حاجه مختلفه. ده المحمل مثلا، زفه. المحمل. هو للاسف استاذ عادل يعني وقتنا انتهى، وان كنت يعني حابب ان اقعد معاك وتشرح لي وتتكلم لي عن الصور دي اكتر واكتر، لكن احنا سعداء ان احنا قدمنا والقينا الضوء على هذه الموسوعه فوتوغرافيا مصر صور وذكريات 175 سنه دار الهلال. والاستاذ عادل سعد الكاتب الصحفي مدير مركز التراث مؤسسه دار الهلال عمل رائع، وبشد على يديك وبالتوفيق ان شاء الله في الخطوات المقبله باذن الله. احنا بنشكرك وبنشكر قناه تن ده على دورها الجميل في رعايه الثقافه. شكرا جزيلا. كده تنتهي حلقه النهارده من راي عام. نشوفكم بكره باذن الله. تصبحوا على خير.